مشاهدينا مساء الخير، نحييكم في حلقة جديدة على الهواء. مفيش شك انه المشاكل المتعلقة بالتعليم مشاكل ضخمة جدا، ومفيش شك كمان ان في رؤية متعلقة بتطوير التعليم في مصر، والمشاكل الضخمة بتبدأ بالمناهج وبتبدأ كمان بعلاج مشاكل أساسية زي الدروس الخصوصية وتكدس الفصول، وازاي ان انا اعتمد على مش الحفظ والتلقين، لا الابتكار، وان الطالب يفكر، يعني يبقى في مناهج واسلوب بهذا الشكل يعني. وبالتالي مشاكل التعليم الضخمة جدا بنهتم بيها، بس كمان المشاكل بقى المتعلقة بالعلاقة، دايما المثلث اللي بتكلم عنه، مش ممكن كمان هينهض التعليم بدون علاقة حيوية بين المثلث الطبيعي اللي هو تلميذ ومدرس وولي أمر. مش ممكن أبدا كمان تزداد المشاكل بين أضلاع هذا المثلث، وهي مشاكل ضخمة جدا، لكن لما توصل لحد الموت ولحد القتل فالحقيقة هنا يجب أن نتوقف. أنا هتوقف أمام واقعتين، في واقعة متعلقة بولي أمر مدرس بيقتله قدام بنته، قدام بنته وداخل المدرسة. شوف لك أن تتخيل بقى، أدى تلميذة وأبوها ولي أمر ومدرس، اللي هي العلاقة اللي يجب أن تكون حيوية يعني، والمدرس نفسه يجب أن يكون أبا للتلميذة، ويجب أن يكون شريكا لولي الأمر في أن احنا كلنا هدفنا واحد، أن احنا نعلم الأسرة. لكن انه المدرس يعتدي على ولي الامر وداخل المدرسه ويصل هذا الاعتداء، يبقى النتيجه بتاعته هي الموت، موت مصرع ولي امر. وفي واقعه ثانيه في متعلقه بقى بمصرع طالب داخل مدرسه. هنشوف معاكم الواقعتين، واللي زي ما بقول لكم في مشاكل ضخمه جدا، تعالوا نفكر كيف نطور التعليم في مصر. وزير التربية والتعليم عنده رؤية بيقول انه هيحاول يطبقها خلال السنوات القادمة، لكن كمان في مشاكل يومية مش ممكن نسيبها. التطوير هيتم ويجب ان يتم، لكن كمان كيف يمكن ان اتعامل مع المشاكل اليومية؟ هذا المثلث تلميذ ولي امر مدرس، ايه اللي حصل فيه؟ ويوصل الى حد اسالة الدماء، هل يمكن ان نتخيل ذلك؟ تعالوا نشوف اولا الواقعة الثانية متعلقة بمصرع طالب داخل مدرسة. احنا قاعدين هنا وكان في مشمع محطوط هنا، بنبص لقينا حاجة وقعت، الراجل اللي كان واقف بتاع الفاكهة تحت ده لقيناه بطب واحدة مرة واحدة سكت. بنبص بعد شوية كده لقينا عيل مرمي كده في الجنب، وقع من فوق من المدرسة ودماغه مفتوحة ومفيش، عمال بيجيب في دم، وعمال يجيب في دم، شالوه وجريوا بيه. الإسعاف دخل الإسعاف جاب بعدها بساعة تقريبا. أيوه شالت الراجل ومشت بيه، الراجل لحد دلوقتي وهو عمال يعمل أشعة في غيبوبة. العيال واقفه في الشبابيك يا استاذه، لا في مدرسين ولا في مشرفين ولا في اي حاجه خالص. يعني ما كانش في مدرس داخل؟ لا لا لا، ده العيال كلها كانت واقفه في الشبابيك عماله تطبل. عماله تطبل، الراجل ده هو اللي شاله، خلي بالك يعني جري اول واحد عليه. طبعا لقيت الولد، طبعا طبعا انا اقف في دوجا من انا بدكاني ما هو، لقيت الراجل ده طبعا وقع من فوق على الراجل المشمع، طبعا هو يعني خد الصدمه شويه مع المانجا طبعا، وقع على الراجل اللي هو ايه بتاع المانجا طبعا. الاثنين في غيبوبه لحد دلوقتي برضه قاعد في المستشفى، ضرب وجعه ومش حد بيهتم بيه خالص. اللي صعب جاب بعد ساعتين، ما حدش لا سال ولا حد جه ولا حد سال ولا حد سال في الولد اصلا. حضرتك الولد الصغير ده يعني كان بيجيب في دم، طبعا انا طبعا جبت ميه ساقعه تشطح على دماغه طبعا عشان خاطر برضه تمام يعني اسافر كده اهوت. الولد فتح عينيه، بس كانت الاسعاف جت في ساعتها، كانت المشوار كان خالص. مدير المدرسه عمل ايه؟ ولا حاجه، مفيش حد خالص من المسؤولين ده من المدرسه. واحده استلت جو بعد جو لا 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 جو بعد بقى، بعد ما احنا شلنا الولد والولد شال، الينا المدرسين فين الولد فين؟ المدرسين اثناء اثناء الفصول واثناء بيبقى عندهم حصص وفي اثناء المدرسه بينزلوا السوق بياخدوا خضار وبياخدوا حاجات يعني الطالب وقع من هنا بيعملوا عيش بيعملوا عيش باللحمه، بينزلوا بينزلوا يعملوا عيش بيجي يعملوا عيش باللحمه ويعملوا سمك
يعني عايشين حياته استاذه المدرسه اهي، يعني المفروض مثلا لو المدرس جاي يشوف تلميذ هيلف من هنا، مش هيجي من اخر السوق معاه شنط ومعاه عيش وطماطم وخيار ويجي يبص على الطالب كده وياخد بعضه ويمشي. لا حضرتك الطالب بنقول له المدرسين فين؟ قال لك المدرسين احنا في ثالثه اعدادي ما بيخشوناش. كل ده اعتمادي يعني عشان يطلع من المدرسه يروح للدرس عنده في قلب البيت. عامه احنا بنشوفه منظر كل يوم ان المدرسه يمات على الله التلاميذ من بره، يعني من بره الشبابيك بيلعب وهزار وضحك وبتاع. فاحنا عايزين نعرف بس فين المدرسين، فين المدرسات اللي موجوده في المدرسه دي، فين الاشراف اللي موجود في المدرسه دي، يعني ليه الاهمال ده؟ طبعا انت بتودي ابنك للمدرسة هي رحلة صعود، لا يمكن ابدا تكون رحلة سقوط ومن الشباك، رحلة صعود انه يصعد بمستقبله، انه كمان تبقى انت قاعد بتقول انا نفسي اشوفه بيكبر ونفسي اشوفه بيحقق طموحاته واحلامه يعني. لكن لما تتحول المدرسة الى رحلة سقوط بهذا الشكل والكلام اللي احنا بنسمعه في منتهى الخطورة، يعني سوق جنب المدرسة والمدرسين بينزلوا يجيبوا، اللي بينزل يجيب كوسة وبدنجان وبينزل يجيب أي حاجة يعني خضروات، وفي حالة إهمال شديد. طب كيف نعيد الاعتبار لمدارسنا؟ طب هتقضي على الدروس الخصوصية إزاي والمدارس لسه ميتة؟ ما هو علشان نعيد الاعتبار للمدارس وعلشان نسحب الناس تاني من المؤسسة البديلة، الدروس الخصوصية أصبحت مؤسسة بديلة، ازاي نقوي المدارس وازاي كل مسؤول داخل المدرسة يبقى مهموم بهذا الهم ان انا اعيد الاعتبار لهذه المدرسة واقويها. ايه اللي حصل معايا والد الضحية الاستاذ اشرف محمد؟ استاذ اشرف ربنا يصبرك الباقية في حياتك. الله يكرمك يا فندم. ربنا يصبرك ويتغمد ابنك بواسع رحمته ان شاء الله. الله يكرمك يا باشا. قول لي ازاي ابنك يقع من شباك المدرسه؟ ايه حضرتك المدرسة الانجليزي. ماشي يا فندم، وابتدي حصه جالها تليفون، سابت العيال وطلعت بره. العيال بقى اتنططوا ما قلتش بس كده ولا اي حاجه. الطقوس التختات في المدرسه كلها ايه؟ وحشين. العيال بقت نصطادوا بتوع الشبابيك مفيش شبابيك ولا خالص، يعني احنا داع يعني الشباك اللي انا شايفه ده مفيش شباك، مفيش ايه؟ خالص، هو مفتوح كده يعني إيه؟ مفتوح على البحر، ملوش خشب ولا ازاز ولا اي حاجه يا فندم. ولا فندم بص، من اول المدرسه من قدامها في شبابيك وفي حديد، بس الجنب اليمين كده لحد السوق اللي حصل منه الحادثه، طلع السوق والناحيه الثانيه في شبابيك. طب هو ايه ابنك ده؟ بتقول المدرسه مشغوله بتشغل على الانترنت على الموبايل بتاعها. ايوه حضرتك. طب ابنك بقى وقع ازاي من الشباك؟ ايه اللي حصل؟ هو دلوقتي العيال بيهزروا على السخط. بيهزروا والحصه شغاله. فندم حضرتك طبعا هم ما هو عمل كده راح هو ايه واقع حضرتك. مشهد طبعا احنا شايفين اهو الشباك اللي سقط منه التلميذ ومفيش شباك اصلا، يعني المساله مفتوحه. وزي ما قلنا لكم يا جماعه امكانيات بسيطه، وحتى كنا دعونا المجتمع قلنا والله حتى لو الحكومه بتقول المدارس والتكاليف الضخمه، طيب قلنا ان لو كل حتى يعني اعضاء مجلس النواب، بعض رجال الاعمال اللي هم في بعض الدوائر يعني، وقالوا تعالوا نشوف كده المدارس وماذا تحتاج المجتمع، يعني اللي ممكن انه كمان يشارك في ده. لكن مسألة بالشكل ده، قول لي المدرسة قالت لكم ايه بقى يا استاذ اشرف؟ بص يا فندم سامعني؟ انا سامعك.
بص يا فندم، اما اخذوا العيل دخلوه في اوضه الفراشه بتاع الفراش بتاع المدرسه. اه شفت اللي شفت العماد بقى اللي المدرسين يعملوا كده في الهدمين؟ لا اوضه الفراش نقلوه يعني بعد ما صرعوا بعد موته يعني. اه بص خد حضرتك بس ايه اختي هتكلمك عشان تقدر تتعامل على اعصابي والله. طيب إيه هتفهمك اكتر. يا استاذه كريمان. ايوه يا فندم انا استاذه كريمان. اه استاذه كريمان اتفضلي. ايه اللي حصل؟ الميس سقط اهوت من الشباك مات على طول ولا كان يمكن انقاذه؟ لا كان يمكن انقاذه. هو الطفل لما وقع على السوق، لما وقع على السوق محدش لحقه، الشاب نص ساعه كامله في السوق، لا مدرس طلع له ولا مدير طلع له ولا اي حد سال فيه، لحد ما الاهالي شالته من السوق ودخلته المدرسه. لما دخلناه المدرسه فضلوا تقيله كمان حوالي ساعه مرمي في اوضه الفراش، والمدير نقول له اتصرف، يقول لك انا هتصرف اعمل ايه؟ انا طلبت الاسعاف وما جاتش، ولا اسعاف جت، ولا مدير فكر ان هو ياخد عربيته ويطلع ينقل الطفل ده، ولا مدرس فكر ان هو ينقل الطفل، ولا اي حاجه. فابوك ساعه كامله بينزف، يعني نص ساعه كامله بينزف، ساعه كامله في المدرسه، ونص ساعه بره السوق، بره مرمي نص ساعه في الشارع محدش حركه، وساعه جوه المدرسه ادي ساعه ونص، وفي الاخر ينقلوه على مستشفى الطلبه في شارع ابو قير، ما فيش اي اجهزه ولا اهتمام ولا يعني كمان هو وصل مستشفى الطلبه وما زال حيا، يعني وصل المستشفى وهو حي، ما فيش اي حد. ونقلناه لمستشفى الطلبه حضرتك، قالوا ما فيش عندنا اجهزه ولا اشعه مقطعيه. طب عايزين ننقله يا جماعه، لازم تنقلوه بعربيه اسعاف. طب حاطين عايزين عربيه اسعاف ساعه ونص برضه ثانيه مستنيين عربيه اسعاف تيجي عشان ننقل الطفل ده من مستشفى الطلبه لمستشفى النيري الجامع. طيب. انا استاذه كريمان، يعني انتوا هنا بقى بتتهموا مين بالمسؤوليه في ده؟ احنا بنتهم اهمال المدرسه، ازاي ان المدرسه تسيب طلبه في فصل لوحديهم وتطلع تتكلم في الموبايل او تستخدم انترنت؟ ايه الاهمال ده؟ والمدير لما نساله نقول له اتصرف، يقول لك انا هعمل ايه؟ ازاي انت في جنبك تلميذ كان معاه في الفصل ولا حاجه؟ نزيلي يوسف. اه في طالب ممكن يحكي لك. هو طب قولي لي كده الطالب اللي معاكي ايه؟ اسمه؟ ثانية يوسف يا يوسف سامعني؟ طيب احنا طبعا يا جماعة لغاية ما يجي لنا يوسف شوفوا السوق، يعني طبعا المدارس طبعا احوالها في مصر محتاج اعادة نظر. ده سوق طبعا انت عشان تجد بديل، يعني خلاص هي مدرسه، لكن كان ممكن ان انا اشوف ازاي ده سوق والمدرسه فوق، وهو وقع على السوق كمان على المظله من المظلات اللي موجوده دي، وكمان يعني لم يتم اسعافه. لكن بيهمنا انه ايه اللي حصل كمان هنا؟ فين المدرسين اللي يمكن ان يسارعوا بانقاذه؟ وفين مدير المدرسه؟ هو ايه اللي حصل يا جماعه في حتى في قضايا النخوه اللي مالهاش علاقه بالمسؤوليه؟ يعني المسؤوليه دي حاجه، لكن كمان النخوه والاسراع في انقاذ طفل مصاب، فين كل ده يعني؟ طيب يا يوسف ازيك؟ الحمد لله. يوسف انت تلميذ معاه في نفس المدرسه؟ اه. انت كنت في نفس الفصل؟ اه. ايه اللي حصل يا يوسف؟ ازاي؟ بص حضرتك احنا كنا الميس بتاعت الانجليزي دخلت. اه. جت بتشرح ما القلم بتاعها فاضي، فكتبت على السبوره بطريقه عشوائيه، وبعد كده قعدت معانا لغايه اخر الحصه. اول قبل ما يحصل الكلام ده راح جايلها تليفون. تمام؟ اول ما جالها التليفون طلعت بره، فكلنا قعدنا نلعب مع بعض عادي. بنهزروا مع بعض. الفصل بقى بيبتدي بقى ما هيصه بقى، يعني المدرسه مش موجوده والناس بتهزر بقى. اه. تمام. فهو ساب الله يرحمه، فطلع الدفات فقعد يجري عليها، فطلع لغايه اول دف. اول دف ده كان بايظ وشاب ووراه شباك ما فيهوش لا درف ولا حتى درف من غير ازاز، يعني يعتبر بلكونه. يعني ما فيهاش اي حاجه، يعني منه على الشارع على طول، ما فيش اي حاجه خالص. تمام. لسه بيقول له انزل احسن، طلع لسه بيسند على الجدار بتاع الشباك
اعتمد على وفاره هو. هو كان واقف على على تختم اللي موجودين يعني، كان واقف عليها جنب الشباك، والشباك ما هو الشباك يعني مفتوح. يعني اعتبر الشباك ده حاجه كده. طيب ده هم قالوا انه وقع على حد كمان، على بائع من وقع على حد، وقع على واحد وهو مصاب دلوقتي. تقريبا مصاب مات. طيب يوسف، بس الواقع ان المدرسة سابت الحصة وراحت تتكلم في التليفون، دي مؤكدة يعني؟ دي حصلت قدامكم؟ حصلت قدامنا. طيب بشكرك يا يوسف، الف شكر. بشكركم جميعا. احنا يا جماعة شوفوا المسألة، ما هي مسائل بسيطة جدا، بس احنا بنبعت ولادنا المدارس علشان نبنيهم، وعلشان زي ما قلت رحلة صعود ما تتحولش ابدا الى رحلة سقوط من شباك على سوق، وكمان يبقى فيه مسلسل متعلق بالإهمال وبغياب النخوة وغياب المسؤولية. المدارس في مصر من يعيد إليها الحياة؟ من يعيد إليها الاعتبار؟ أتمنى أن وزير التربية والتعليم وسط اهتمامه بعملية تطوير التعليم أنه كمان يبقى فيه اهتمام بالمنظومة اليومية، التعاملات اليومية اللي فيها المشاكل والأزمات والكوارث التي لا تتوقف. طيب الواقعة الثانية يعني أشد سوادا، بمعنى إن ولي أمر، تخيل أنت أب واخد بنته المدرسة فتحصل خناقة مع المدرس يقتله قدام بنته وداخل المدرسة. هل في حد يتخيل كده أبدا؟ يعني شوف جميع أضلاع هذه القضية همهم الأول هي صناعة مستقبل النشء والأطفال، إزاي نصنع مستقبلهم، إزاي نعلمهم، وإزاي ولي الأمر ده أقول له تعالى وخلي بالك من ابنك وتفضل، وحتى لو في مشاكل وأزمات تحصل نقاشات موضوعية يعني. ولما الأب يموت قدام بنته، طب بنته دي هتتعلم إزاي وهيبقى لها مستقبل إزاي يعني، ويمكن انها تفكر في الحياة ازاي ولا المستقبل؟ وهل هذا المشهد يمكن ان يغيب عن ذهنها وذهن كل التلاميذ اللي شافوه؟ مش ممكن ابدا حد يتخيل ان مدرس يقتل ولي امر وداخل المدرسة وامام التلاميذ وامام ابنة ولي الامر. عشان نختم لها الورق بتاع المترو وعشان نشوف المدرسة ونعرف حالها الجديد. بابا المدرسة مفتوحة، ما فيش ولا أبواب ولا أي حاجة، هي لو مقفولة كنا ساكتين. فدخل علشان ومعانا البنت في إيدينا، لقى المدرس بعد ما دخل شوية من المدرسة المديرة من ورا بتقول طلع أولاده من المدرسة، فكان لسه جوزي هو اللي قدامه بالصدفة. فقال له يلا اطلع من هنا اطلع من هنا، قال له ده انا عايز المدير عشان اختم الورق بتاع بنتي. فالمهم لسه بيقول له لا ده انا عايز المدير، انا مش جاي عشان بنتي هايبه المدرسه والمكان عشان بعيد شويه، عيله طفله 13 سنه. راح المهم راح مدخل قالوا لا اطلع بره زي المدير، راح زقه ايه يعني، بس هو عشان ضعيف شويه لما اتزق الزقه كانت قويه شويه، فطبعا اتزق قوي. فراح جاي قال له لا انت مش من حقك تزقني كده تهان قدام البنت، بس ولي الامر مش جاي المدرسه عشان يتهان ولا عشان يتشتم ولا يتهزق في قلب المدرسه. فراح قايل له لا انت مش من حقك تزقني المديره من بره، طلع ولاده امور ولي الامر اللي ما يرضاش يطلع معاه طلعه بالعافيه، طلعه بالقوه. الاول ضرب بابا كده وقع على الأرضية عشان هو خفيف شوية. بعد ما ضربه قال له أنت بتضربني؟ قال له وهضربك تاني. بعد ما ضربه عاد يضربه برجليه ببطنه كتير. هو ماما برضه جت تحوش عنه ما عرفتش، خدت نص الضرب وإيديها في كله. عشان بعد ما قام بقى ماما بتقول له أنت مش هسيبك، وكان ماسك قلبه وهو بيقول له مش هسيبك مستر. قال له طب والله ما أنا سايبك، راح يكمل عليه تاني. هو بيكمل تاني المدرسين كده بيهدوا المستر مش بيهدوا بابا. فبعد كده في دكتوره جت قالت له طب تعالى نوديه المدير، قال له انا ما يخشش عندي عشان يبقى عبره ويطلعوه بره.
ودي وقتها كده يا ابني قلت انت بتعمل كده ليه؟ التاني في الحصه الاولى في الحصه يعني في الحصه الاخيره قالت لي تعالي كلم المديره. قلت لها ماشي. قلت لها جت ما اعرفش قد انه كان ميت بس هي تقريبا كانت حاسه ان هو كان ميت. هي المديره كانت عارفه. بعد كده قالت لي تعالي اقعدي. بتقول لي باباكي عنده زي حاجه في الرئه وبتاع. قلت لها بابا عمره ما دخل المستشفى او خد ادويه. قالت لي احنا هنقول اللي انت صرت لي عليه. قالت لي احنا مالناش دعوه. هو ابوك اللي قعد فكك الحزام وكان عمال يضرب بيه وان هو اللي جاله سكته قلبيه لوحده. في الفسحه لقيت المغني بيقول له تعالى وديك لخالتك. قلت له امي رحت لها على لقيت اسم الساحر. قلت له بابا هو بابا بيتحبس يعني؟ لقيت خدوه بتحضني وامنيه بتقول لي البقاء لله. انا اصلا مش قادر اتعلم تاني صعب. انا اصلا لو دخلت المدرسه هفتكر اللي حصل. هو ده اصلا ده كده صعب حرام. في الحوش بتاع المدرسه ايه اللي حصل؟ ضابط الشرطه طلعوا عشان يقدر ياخد ماله وانا بصرخ. قال لي لا سيبيه بس هو هيهدى شويه. المهم راح قاعد على الارض وهو قاعد عمال يرجع انا بموت الحقوني اسعاف اطلبي لي الاسعاف. اتصلت له بالاسعاف والضابط حلف لي ان هو اتصل بالاسعاف مفيش اسعاف جت خالص. المهم راح امين شرطه دخلوه الاوضه هو وزائره الطب الحكيمه بتاعت المدرسه. ردت المدير قالت لا مش هيخش الاوضه. انا مش موديها ميت انا موديها على رجليه رايح يوصل بنت عشان يعرفها الطريق ما يطلعش ميت من المدرسه. قال لها انت مشغله عندك برتقيه؟ تقول لها انا ما بشغلش الا البرتقيه عندي. ملف بنتك هديهولك. قلت لها انت بتديهولي من بنتك اللي في حقوق طفل انت تديني ملف بنتي؟ لا الطريقه بعد كده هددت البنت واحنا في المستشفى وفي القسم وندهولها من الفصل برضه هددتها بالدوسيه ومصورينها ومسجلولها. ما كانتش تعرف ان والدها متوفى. ما كانتش تعرف ان متوفى او عرفت لما عرفت عايزه كانت تعمل اي حاجه تسجلها تقول ايه؟ كان في اهتمام من قبل مديريه التربيه والتعليم وفي القاهره؟ لا لا ولا اي اهتمام من اي حته. هو راح في شربه ميه من غير ده. ممكن يا جماعة حد يتخيل أبدا المشهد ده إنه مدرسية الولية أمر قدام النشء والأطفال داخل المدرسة وقدام بنته اللي معانا على التليفون اللي حكت القصة في التقرير. روان أهلا بيك يا روان. ربنا يصبرك. شكرا. ربنا يصبرك يا روان. قولي لي المشهد حصل كده يعني المدرس بيعتدي على والدك بالضرب. انا عايزك بس ما يهمش تبعد عن التلفزيون شوي قدامك وقدام التلاميذ. الو اتفضلي يا روان. هو بابا كان ده عايز يدخل يعمل الابونيه والاشتراك. فالسكول بابا قال له لا. هو ناصر قال له لا. انا قال له انا عايز اطمن على بنتي. هو قعد يزقه. بابا قال له انت ليه بتزقني؟ قال له انا بزقك وهضربك. فضربه على زي ما بين وشه وبين على زي رقبته. بابا عشان خفيف شويه وقع على الارضيه. بعد كده قال له انا مش والله مش هسيبك انا هروح على القسم وابلغ عنك. ده كان قدامك؟ ايوه. يعني انت شايفه كل ده مدرس بيعتدي على ابوكي قدامك وموته قدامك يعني. ايوه بعد كده قعد يضربه في بطنه كذا مره. وبعدين ما حدش تدخل خالص يا روان؟ ما حدش تدخل خالص من المدرسين من مدير المدرسه؟ ما فيش حد دخل. ماما بس ماما جت تحوش عنه وبردك تكلت نص الضرب على ظهرها وعلى ايديها. يعني كمان ضرب والدتك كمان؟ ايوه على ظهرها وعلى ايديها. وبعد ما بابا قال المستر كان عايز تهجم عليه تاني وقعدوا والمدرسين والمديره قعدوا يهدوا في المستر وقعدوا بردك يسكتوه. محدش هدى بابا ولا عمل له حاجه. فجاه بعد ما قام على الارضيه قعد يرجع. بعد ما رجع بابا في زي دكتوره
قالت له تعالى طيب اقعد عندنا في المستشفى. المديره قالت له ما حدش يدخل اوضتي، ده يطلع بره عشان يعيب عشان يبقى عبره. ده دي مديره المدرسه الجزمه. ايوه قالت يعني مديره المدرسه موافقه على ده ايوه ده يعني. اصلا اصلا قالت للمستر كملوا عليه واضربوه. والله ده كلام يا جماعه. يعني انا اتمنى وزير التربيه والتعليم يحقق في هذه الوقائع ويشوف ازاي ده وظيفه مديره المدرسه، وظيفه المدرس هو انه يصنع مستقبل للعيال، وكمان يستقبلوا اولياء الامور حتى لو في سوء تفاهم. يعني يا اخي خليك كن متسامحا، يعني حتى لو في سوء تفاهم يبقى في كلام، انما يتحول لاعتداء وداخل المدرسه وقدام البنت. قولي لي يا روان، والدك بعد كده نقلوه المستشفى، مات في المستشفى ولا مات في المدرسه؟ هو لا ساعتها ما اعرفش، هو مات في المستشفى. طيب طبعا ما يعني مشهد قدامك كده، انت بتحاولي بقى تصرخي تحاولي تنقذي والدك، مفيش فايده. ما في مدرسين منعوني قالوا لي روح على طابورك. يعني كمان المدرسين واقفين بيشوفوا ده قدامهم يعني. وفي مدرسين قالوا مش عايزين يدونا نمرة المديرة. طيب روان ربنا يصبرك انت واسرتك، ويتغمد والدك بواسع رحمته ان شاء الله. عايزه تقولي، لو عايزه تقولي رساله لوزير التربيه والتعليم تقولي ايه؟ عشان انا عايزه اقول ان المدرس ده يتعدل، والمديره تترفض خالص، يعني ما تقعدش في المديره، ما تقعدش في المدرسه عندنا. هي يعني حال يعمل كده لا يصلح ان يكون مديرا لمدرسه ولا مربيا لنشئ ولا معلما يعني. روان انا بشكرك الف شكر. طبعا المدرس يعني ألقي القبض عليه وهيتحاكم، لكن القضيه هو ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل في المثلث العلاقه اللي انا بتكلم عنه؟ التلميذ ولي امر، لانه كمان خلي بالكوا في اعتداءات تانية، يعني بتلاقي في تلميذ يعتدي على مدرس، وقائع جبناها كثيرا يعني. وفي مدرس يعتدي على تلميذ، وفي ولي امر بيعتدي على مدرس. ايه الخلل اللي حصل في العلاقه في هذا المثلث اللي لا يمكن ابدا تنهض المدرسه او ينهض التعليم بدون علاقه طيبه بين الاضلاع الثلاثه؟ لكن للاسف الشديد، طب كيف نعيد الحياه لمدارسنا؟ كيف نعيد الاعتبار لها والدماء تسيل فيها بهذا الشكل؟ مصرع ولي امر على يد مدرس داخل المدرسه، مصرع تلميذ سقط من شباك المدرسة اللي هو شباك بلا شباك أصلا، بلا إزاز أو خشب ولا أي حواجز يعني. كيف نعيد الحياة لمدارسنا؟ ده السؤال، لأنه ده في النهاية هيؤدي إلى مصرع التلاميذ بهذا الشكل، مصرع أولياء أمور، ويمكن أن يؤدي إلى مهازل لا تتوقف ومآسي تستمر معانا دائما. بصورة قضية الشيخ إيهاب يونس اللي احنا كنا تضامنا معاه وكلمنا، حتى عملنا مداخلة مع وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وهو قال يعني وجهة نظره، يعني هو كان متخوف شوية انه ده يفتح الباب. الشيخ إيهاب يونس صوته حلو جدا يعني، وغنى لأم كلثوم يعني، وأم كلثوم هي رمز الغناء النقي الهادف يعني، اللي لا يمكن أن يكون الغناء لها تهمة. لكن وزير الأوقاف قال الأسباب اللي دفعته لاتخاذ هذه الاجراءات والخطوات، يعني انه عنده تخوف انه ده يفتح الباب امام ان بعد كده يعني هتلاقي المشايخ ممكن يغنوا اي حاجه يعني. طيب ايه اللي حصل؟ ايه التطورات اللي حصلت في القضيه؟ هسال الشيخ ايهاب يونس. شيخ ايهاب اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ ايهاب، حصل اي تطور جديد؟ طبعا هو كان الأول طبعا أنا بحيي حضرتك وبحيي استنارتك طبعا. الله يخليك، الله يخليك. الجميل، ولكن هو الحمد لله رب العالمين الموضوع كان واخد شكل قانوني مفترض أن يكون، لأني برضو أنا خالفت الزي الأزهري في المفترض أن أنا أكون راجل
دعوي وراجل خطيب. فقصه ان انا يعني اطلع بالدين الازهري في هذا الموقف هو ده كان شيء داري فعلا حاليا، وده كان راي معالي الوزير وكان راي الوزاره وراي الناس هو لا اعتراض انك تغني بالزي الازهري يعني. طبعا لان الزي الازهري هذا زي علماء وزي دعاء وزي كلنا نوقر ونجد ونحترم. وتقدمت التماس للوزاره وصلوا لي معالي الوزير بانه مضمون هذا الالتماس ان انا بتقدم باعتذاري عن خطأ حق هذا الزي واعتذاري عن مخالفه في قوانين العمل وقوانين الوزاره. ما كان من معالي الوزير كتقدير انه هو قابل الالتماس نظرا للظروف الحياتيه والعمليه ونظرا لاني اعترفت بخطئي، وكان منه انه اعادني الى حياتي العمليه العاديه ان اعود اماما وخطيبا مرتبطا في المكان. طيب يعني الوزير بعد اعتذارك أنهى كل الإجراءات وأعادك إلى عملك على الفور يعني. نعم. طيب وهنا شيخ إيهاب أنت بتقول أنا يعني معترف بخطأي في الغناء بالزي الأزهري. نعم. طبعا كان تضمن معاك عدد كبير من المثقفين عندهم وجهة نظر، يعني احنا حتى تناقشنا مع وزير الأوقاف المستنير الدكتور محمد مختار جمعة اللي لا يمكن أحد أنه يشك أبدا أن هو ضد الفن كقوة ناعمة يعني ومن أسلحة المجتمع المفيدة يعني. هو قال وجهة نظره أنه عنده التخوف ده أن يفتح ده الباب ده على مصراعيه لأنه يبقى فيه عدم الحفاظ على وقار الزي الأزهري. هو من حقه فعلا أن يتخوف هذا التخوف لأنه ده فعلا ممكن يفتح أبواب تانية نحن في غنى عنها. وطبعا الزي له وقار وله احترامه، وانا من منبر حضرتك بجد بقدم لمعاليه كل الشكر والتقدير على استجابته لهذا الالتماس وتقديره لاعترافي بخطئي وتقديم الاعتذار. طيب وانت اعتذرت عن هذا الموقف مع ان البعض ممكن شيخ ايهاب يقول والله الراجل ده صوته حلو، انت صوتك حلو فعلا. ربنا يعز حضرتك ان شاء الله، يعني اللي عايز بقى يسمع كده عندي ان شاء الله انا يعني خليني استغل بقى وجودي مع حضرتك الدقائق دي ان شاء الله. بس انت ممكن تغني بدون الزي الازهري ولا ما ينفعش تجمع بين؟ انا اصلا مش مغني يا استاذ وائل، انا ما انا فاهم، ما انت عملت ده على سبيل ال انا انها موهبه يعني. انا مش مغني، انا مرشد ديني، وده الارشاد الديني هو بالنسبه لي حياتي، وهو يعني انا حتى يعني مرشد من قبل ان اعين في وزاره الاوقاف. فكان الغناء ده كان شيء حدث كده فجأة وسؤال جه فجأة، ولكن انا بالاصل لست مغنيا، والارشاد هو حياتي وهو اللي انا بحبه بجانب طبعا وظيفتي وعملي الدعوي اللي انا باجله لان طبعا اقف منبر مكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطبعا انا باجل هذا العمل عمل الدعوي ان شاء الله. وانت كنت حاسسك انه باذن الله انا من خلال منبر حضرتك بقول ان شاء الله الجمهور بتاعي انا بطمنه عليا جدا، وان شاء الله اتمنى تشريف جميع ان استطاعوا في حفلتي القادمه باستضافه الدقيق عبد المنعم مستوى الاستضافه. اكون سعيد لو حضرتك كمان شرفتني بكل المشاهدين. لا انا ما سمعتش كويس شيخ ايهاب، بتقول ايه في ساقيه الصاوي؟ عندي احتفال حفلتي انا ان شاء الله في ساقيه الصاوي يوم 7 اكتوبر. ده ايه انشاد ديني ولا ايه؟ انشاد ديني. هنا مفيش اعتراض على الانشاد الديني؟ لا معالي الوزير طبعا لم يعترض على الانشاد الديني، الراجل مستنير ولم يعترض على كتاب من الفنون اصلا، انما هو الاعتراض انك تغني اغاني عاطفيه حتى لو لكبار الفن لعمالقه الفن يعني. الاعتراض يا فندم على الزي، الاعتراض على الزي، وبعدين هو اصلا مفترض ان الامام والخطيب له هيبه وله وقاره، فطالما انت حطيت نفسك في وقار الدعوه وهيبه الدعوه خلاص انت تحترم هذا الوقار. طيب. وانت اعتذرت عن كده، ولكن الانشاد الديني هو بتعتبره جزء من العمل الدعوي يعني ايضا؟ نعم لان سيادنا قالوا لنا اهل العلم قالوا من الانشاد ارشاد، فانت ممكن حضرتك يعني
يقول معنا في خطبة الجمعة وممكن يصل في خطبة الجمعة وممكن يصل أسرع في الإنشاد. إن شاء الله هنصور الحفلة بتاعتك، لأن مهم جدا كمان إنك يعني بتجمع العمل الدعوي بيشكل وعي الناس، وأيضا الإنشاد الديني هو فن بيشكل وعي الناس أيضا، وحنكون معاك إن شاء الله في الحفلة وحنصورها يا شيخ إيهاب. مبروك على رجوعك. هو قدم التماسا ثم اعتذارا، اعتذارا داخل الالتماس عن إنه غنى لأم كلثوم لسه فاكر وهو بالزي الأزهري. وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة كان معانا على الهاتف، كان عنده وجهة نظر إنه مش ضد أم كلثوم ولا ضد الفن، لكن هو متخوف إنه ده يتناقض مع وقار الزي الأزهري ومكانة الدعاء، فيعني قال مش عايز أفتح الباب بعد كده. وبعد كده ممكن تلاقي يعني حد بيغني مهرجانات أو بيغني أغاني الدش وأغاني مش فاهم إيه، فيعني قال لك نغلق الباب بهذا الشكل. عدد كبير من المثقفين كانوا غاضبين وقالوا يعني الشيخ إيهاب صوته حلو وهو الفن وصمة عار حتى يعاقب بسببها شر، وهي أم كلثوم تهمة حتى يعاقب بسببها، لكن كان معنا وزير الأوقاف وقال وجهة نظر. إيمان عبد العاطي نموذج للمعاناة ونموذج يجب أن يدفعنا. اللي بيحب إيمان واللي بيتضامن مع مأساتها ومع ألمها، خلونا نفكر يا جماعة لو في حالات شبيهة بإيمان إزاي نعالجها في مصر؟ إزاي يبقى عندنا الإمكانات الطبية والعلمية؟ خلونا ناخد إيمان نموذجا، خلي إنه إيمان إذا كنا فقدناها فتبقى خدمت المجتمع بأنها سلطت الضوء على هذه القضية، قضية الناس اللي بتعاني من نفس مشكلتها، مشكلة السمنة المفرطة الكبيرة، نعمل إيه علشان نعالجهم وننقذهم؟ إيمان دي شهدت آلاما أنا قلت مبارح ربما لا يتحملها بشر، وكان نفسنا وكان نفسها وكان أحلام أسرتها إن إيمان ترجع تاني زيها زي أي حد، تزاول حياة طبيعية وترجع بنت طبيعية، لكن للأسف الشديد كان فيه بعض المشاكل الكثيرة من الهند إلى الإمارات، وفي النهاية قضاء الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يناقشه أحد أو يوقفه، لكن الأسباب على الأرض هي اللي بنناقشها. وأنا معايا شيماء أخت إيمان عبد العاطية. شيماء بقى في حياتك وربنا يصبرك يا شيماء، ويتغمد إيمان بواسع رحمته إن شاء الله. بقول الله وحده أستاذ وائل، بشكر حضرتك وربنا يغفر لها يا رب ويرحمها برحمته. شيماء أنت راجعة طبعا من رحلة معاناة، وأكيد كنت بتحلمي إن أنتوا ترجعوا بإيمان تعيش حياة طبيعية يعني. قولي لي يعني المحصلة اللي ممكن نفيد بيها المجتمع، أو هل عندك ملاحظات على رحلة المعاناة اللي عانتها إيمان خلال انتقالها من الهند ثم الإمارات بعد ذلك؟ والله يا فندم هو يعني احنا لو أنا بتكلم على رحلة الإمارات يمكن حضراتكم شفتوا تحسن ملحوظ في حالة إيمان من ساعة ما احنا رحنا، يعني كان ده من خلال فيديوهات ومن خلال مؤتمرات اتعملت وإيمان ظهرت فيها للصحافة نفسها، والناس شافوا إن في الواقع إيمان بقت عاملة إزاي، تحسن حركة، تحسن في الجسم كلها، في الكلام، وكان أول استديو من الحالة بتاعتها دي تمت بنجاح تام، وكنا داخلين على الاستديو الثانية في خلال أيام، فما كانش فيه مستحيل يعني كان طبعا استاف دكاتره وكان مستشفى محترمه واستاف دكاتره من اشطر الدكاتره بالمناسبه، يعني معظمهم مصريين مش ما كانوش جنسيات اخرى، هم اللي كانوا مشرفين على الايمان. وزائد ان امكانيات اجهزه، كان بيجي لها اجهزه مخصوص لحالتها للعلاج الطبيعي لحالتها عشان تتقدم يعني. لكن هي اراده ربنا يعني، ما كانش في تاثير بالنسبه لأبو ظبي تحديدا أو المستشفى برجيل اللي احنا كنا فيها، ما كانش فيه تأثير خالص في علاج إيمان نهائي، بالعكس تماما تماما، يعني في أي مكان في الدنيا ما كنتش هشوف كم الرعاية الطبية
والاهتمام والنظافه وكل حاجه يعني، كل حاجه الحقيقه. طيب الوفاه كانت مفاجاه، ايه السبب الطبي اللي قاله لك؟ هو فشل في الكلى يعني، هي ما كملتش 24 ساعه اصلا في العنايه المركزه يعني. احنا ايمان قاعده في اوضه عاديه جدا، زي غرفه، زي الغرفه في اي بيت عادي يعني، بس كبيره شويه، ف يعني بيبقى فيه تمريض وكده، فبيدوها احساس ان هي مش في مستشفى، ان هي في اوضه او في مكان بتتلقى فيه العلاج، والدكاتره او التمريض او العلاج الطبيعي كل الناس بتطلع عشان تعالجها. فلما جت تعبت فجاه، هي ما كملتش 24 ساعه في العنايه المركزه، حصل فشل كلوي مفاجئ، الكلى توقفت عن العمل، ما فيش بول. فده عمل بعد شويه كام ساعه جالها ضغطها وطى جدا جدا. بعدين حصل ضعف في عضله القلب، حاولوا كتير ان هم ينعشوا يعني، يعملوا لها انعاش، بس هو قدر ربنا يعني. قضاء ربنا. شيماء، يعني بالتأكيد انت لانك يعني عايشتي مأساة اختك، يعني لسه بقول خلونا نستفيد من حالة ايمان في ان نشوف ازاي نعالج الحالات المماثلة يعني. يعني اتمنى وانا واثق انك يعني ربما من خلال الخبرة اللي اكتسبتيها في ده انك تكوني مهمومة اكيد بان الحالات المماثلة يتم علاجها في مصر بشكل طبيعي. ايه المشكله في مصر؟ يعني ما عندناش في مصر وسائل علاج، ما عندناش ادوات متطوره. هقول لحضرتك، كحاله ايمان ما فيش منها كتير متكرر في العالم كله. سبب المشكله اللي عند ايمان ان ده خلل جين، هي عندها خلل جين نتيجه عينه، هم خدوا عينه طلعوها المانيا، فالخلل الجيني اللي عند ايمان بيخليها ان هي بيحصل فيه زياده مستمره في الوزن، ما بيحصلش حرق في الجسم، وايضا يعني المرض ده ما توصلوش لعلاج ليه الى الان، يعني الى الان هو ما فيش علاج للمرض الجيني اللي عند ايمان. لكن لو احنا بنتكلم في العموم على الوزن المفرط، وفي ناس بتعدي 200 كيلو واوزان اوفر ويت يعني، لا، في دكاتره ممتازين في مصر جدا، وفي عمليات كتيره بتتعمل وبتنجح، من عمليات تكميم لعمليات قص معده، حاجات زي كده كتير، والمريض بيدخل يومين او ثلاثه بالكتير وبيرجع البيت تاني يعني. العمليات دي في مصر منتشره جدا وفي نجاح فيها بنسبه كبيره يعني. لكن اللي عند ايمان مشاكل مختلفه ومرض مختلف عن موضوع السمنه اللي في العموم يعني. طيب بس هي ما تجاوبتش مع العلاج في الفترة الأخيرة يعني؟ بالعكس يا فندم، بالعكس تماما. أنا بقول لحضرتك يعني كل حاجة، كل مشكلة كانت عندها كان فيها تحسن نظر يعني. هي كانت جاية يعني، لما مش عايزة أقول دولة، أنا عايزة أقول تجربة في مستشفى معينة مع دكتور معين. تمام، هي جت بمشاكل كتيرة جدا، كانت جاية بقرح فراش ملوثه وعميقه. تمام، يعني دي لوحدها كانت مشكله كبيره. كان عندها التهابات شديده في البول، وكان عندها قصور في الكلى، وكان عندها ضيق في التنفس، وما كانتش بتقدر تاكل وتشرب زينا، كانوا حاطين لها تيوب من مناخيرها توصل لمعدتها عشان يقدروا يغذوها. والكلام كانت طبيعيه؟ ما فيش لا، بعينيها يعني، انا بحاول اعرف من عينيها اللي هي طبعا الم باستمرار وعياط باستمرار، وكانت بتتالم جامد جدا في الثلاث شهور اللي احنا كنا فيهم في المستشفى. انت بتحاوريها بعينيها يعني؟ بالظبط، اللي هو طب ايمان حاولي تشاوريني، طب قولي لي ايه اللي وجعك، طب ايه اللي تعبك، فانا بحاول اعرف ايه اللي هي بتعاني منه. لكن طبعا اول ما رحنا هناك في ابو ظبي اتعمل كونسلت طبي يعني من احسن الدكاتره. طيب حقيقه في الهند لقيت بعض الصحف الهنديه كده بتقول اهو شوفوا ايمان خدوها عشان ينقذوها فموتوها يعني، بداوا يعني يعملوا لا انا عندي استعداد. طبعا، ما هم يعني، هو المشكله ان الموضوع اخذ سكيل دولي شويه يعني. انا طبعا بحترم الهند دوله وشعب، وفي ناس كتيره جدا ساعدوا ايمان في ان هي، طبعا حضرتك عارف ان اتفتح لها حساب بنكي والكلام ده كله، ناس كثيره ساعدت ايمان في ان هي تتعالج. ف
فهو الموضوع موضوع تجربه تجربه سيئه مع ناس مش ما احترموش ان دي حاله انسانيه وان دي بني ادمه مريضه وما ينفعش يتعامل معاها كده. لكن مش دوله، اكيد دوله بنحترم طبعا، ما فيش بنحترم الهند بنحترم الامارات، فهي تجربه. لا هم هناك في ابو ظبي لا، يعني انا عندي استعداد اطلع في كل حته في الدنيا اقول ان الناس دي يعني عملوا اللي ما يتعملش مع اي حد عشان خاطر طيب. ايمان حالتها تتحقق. طيب اخر حاجه شفتيها اخر حاجه شفتيها في عين ايمان ايه يا شيماء، طالما بتقولي الحوار معاها كان بالعين يعني؟ لا لا يا فندم، هو في ابو ظبي كان في كلام طبعا، ابو ظبي كانت بدات تتكلم، بدات تتكلم جلسات تخاطب يوميه طبعا طبعا، وكان عندها امل في الشفاء وانها ترجع قبل ما تتعب بيوم. قالت لي شيماء انا امتى هبدا اعمل عمليات شحط الدهون؟ ما دي كانت الاستراتيجيه الثانيه في علاجها، ان كان يتم شفت دهون في أجزاء من جسمها يعني كوسيلة أسرع لإنقاذ الوزن برضه. فكانت بتقولي أنا بقى إمتى هعمل عملية عشان أقوم وأطلع وأتحرك وأطلع للدنيا وأعيش حياة طبيعية؟ فبقول لها إيمان ده خلال أيام. هي كانت كويسة جدا، وكنت فعلا كنا مرتبين مع الدكاترة خلال أيام أسبوع بالكثير إنها تقدر تدخل عمليات، لأن ما كانتش في مشكلة في حاجة. كل تحليلها طبعا تحليل يومية يعني تحليل يومية، وكل شوية في تحاليل بتتعمل، كانت النتائج زي الفل وكانت حالتها مستقرة جدا. بشكرك يا شيماء، وربنا يصبركم جميعا ويتغمد الفقيدة بواسع رحمته. إيمان نموذجا، إيمان نموذج لرحلة آلام شديدة جدا لحالة استثنائية يعني موجود شبيه بيها في المجتمع كثيرا. نتمنى ان احنا نكون مهمومين بهذه القضية، ان تكون قضية ايمان مدخلا لعلاج حالات مماثلة او على الاقل يعني شبيهة بدلا من رحلة المعاناة. هنشوفوا كلام شيماء، بشكرك يا شيماء. كلام شيماء في الاخر انه ايمان كان عندها امل في انها ترجع تعيش حياة طبيعية. مشيئة الله سبحانه وتعالى لا تناقش، بنناقش الأسباب على الأرض، بنناقش كمان إيه اللي ممكن نعمله للحالات المماثلة. هطلع فاصل، بعد الفاصل وزارة التربية والتعليم تفاعلت معنا الدكتور طارق شوقي الوزير فيما يتعلق بالمصرع الولي الأمر على يد مدرس ووسط تعليمات وابتهاج مديرة المدرسة وصمت المدرسين، حالة مؤسفة للتعليم في مصر. وقال ان الأسرة تتوجه غدا، احنا نكلم الأسرة للأستاذة فريدة مجاهد مدير التربية والتعليم بالقاهرة، ونشوف ازاي ناخد من هذه المأساة تفاصيل مخيفة عن احوال المدارس في مصر. بعد الفاصل، في دعوات في بعض الدول منعت النقاب لأسباب أمنية، وعدد كبير من الدول العربية بيفكر في مجلس النواب هناك مشروعات قوانين بذلك، كمان في أكثر من دعوة قضائية متعلقة بده. هنناقش معاكم ده وبعد هذا النقاش المهندس عبد الحكيم عبد الناصر ابن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر هيتكلم معنا، خاصة إن عندهم شعور إنه في حملة ضد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. وكان معانا المهندس عبد الحكيم في مداخلة تليفونية ورد على مذكرات السيد عمرو موسى، لكن هيبقى معانا علشان يتكلم عن عبد الناصر بشكل عام وعن أيضا بعض القضايا المهمة الشبيهة يعني في حياتنا السياسية الآن. بعد صدور قرار نمساوي بعذر تغطية الوجه، نشدت السفارة السعودية في النمسا المواطنات السعوديات باحترام قانون منع ارتداء النقاب عند زيارتهن إلى النمسا ابتداء من الأول من أكتوبر القادم، وإلا تعرضن لغرامة مالية تصل إلى 166 دولارا، ويشمل القرار كل وسائل النقل العامة والمحاكم والمدارس والجامعات.
وبصدور هذا القرار انضمت النمسا إلى فرنسا التي كانت أول بلد أوروبي يمنع النقابة في الأماكن العامة، بالإضافة إلى بلجيكا وسويسرا وروسيا وتشاد وتركيا والكونغو والكاميرون وبعض المناطق في أسبانيا. كما أثار مشروع القرار الجديد لوزيرة التربية والتعليم الجزائرية نورية بن غبريط والمتعلق بمنع ارتداء النقاب والخمار للمعلمات والموظفات والطالبات جدلا واسعا في صفوف الجزائريين. ويشمل هذا القرار الجزائري منع تغطية الوجه بالنسبة للطالبات والموظفات في كافة المؤسسات التعليمية. وشدد نص القرار أيضا على منع أي ملابس من شأنها أن تحول دون التعرف على هوية الموظفات في الجزائر. واتهم الجزائريون الوزيرة باستهداف مباشر لقيم الدين الإسلامي في بلد مسلم. وفي مصر أثارت دعوى قضائية تطالب بحظر ارتداء النقاب جدلا واسعا، واعتبرت هذه المطالب تعديا على حرية الأشخاص المكفولة للمرأة بالقانون. كما أكد عددا من أعضاء مجلس النواب المصري على قرب الانتهاء من قانون أعدوه يقضي بمنع النقاب تماما في المؤسسات الحكومية. ودخلت أزمة حظر النقاب إلى نفق الإرهاب في مصر، وتجددت المطالبة بحظره في الأماكن العامة ومؤسسات الدولة. مشروع قانون في مجلس النواب ودعاوى قضائية مختلفة لحظر ارتداء النقاب لأسباب أمنية ومجتمعية. هنناقش معاكم هذه القضية مع ضيوفي داخل الاستوديو، الكاتبة الصحفية الكبيرة الأستاذة فريدة الشباشي. أستاذة فريدة أهلا بيكي. أهلا بك. أستاذ سمير صبر المحامي وأحد الذين أقاموا الدعاوى القضائية. أستاذ سمير أهلا بيك. أهلا بحضرتك. الجانب الآخر الأستاذة غانية هاشم الكاتبة. أستاذة غانية أهلا بيكي. بحضرتك. أستاذ وليد إسماعيل رئيس ائتلاف محب الصحب والآل. أستاذ وليد أهلا بك. أستاذ سمير قول لي طبيعة الدعوة إيه؟ إحنا نبقى متفقين يعني دقيقتين 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 علشان ما يبقاش في تداخل. فضل. هو أنا أقمت هذه الدعوة بطلب إلزام مجلس النواب بإصدار قانون بحظر ارتداء النقاب. طبعا أنا فحصت الدعوة دي ودرست الموقف النقاب في الشريعة الإسلامية، ومش هتكلم انا في الشريعه يعني، خلينا نتكلم في قضيه مجتمعيه. قضيه مجتمعيه، ليه المجتمع بيقول النقاب ده يهددنا امنيا ونفسيا واجتماعيا؟ لكن انا استندت قبل ما ابتدي عشان ما ضايقش حد خالص لما قاله الشيخ احمد الطيب، الدكتور احمد الطيب، بان النقاب عاده وليس عباده. وما قاله كل الائمه في شأن النقاب إنه عادة يهودية، وإنه لا يوجد في الإسلام ما يسمى بالنقاب. طيب مش عايز أعيد من هنا أعيد، إنما ليه بقى إيه النقاب يهدد أمن المجتمع في إيه؟ طبعا عملت دراسة لكميات الجرائم اللي بتقع من خلف النقاب، فاتضح لي إن جرائم التحرش الجنسي في المواصلات، جرائم السرقة وخطف الأطفال، جرائم الهروب، الجرائم الإرهابية أكثرها بتتم عن طريق من خلف النقاب، وإن اللي بيرتدوا النقاب كثير من مرتكبي الجرائم الرجالة وبيستخدموا النقاب على إنه بيحول دون ظهور المنظر العام. فأنا اتجهت لهذه الدعوة بغرض الأمن العام، ودي مصلحة البلد ومصلحة المجتمع المصري إن إحنا نحافظ على الأمن. طيب. العام، فلازم إن كله يتكشف قدام الناس. أستاذة غنية، فوعة حظر النقاب لأسباب متعلقة بأمن المجتمع بالأمن العام. تمام. إيه رأي حضرتك نحظر كمان المكياج؟ إحنا شفنا كتير ميكاب أرتست رجالة في ثواني بباروكة وشوية مكياج بيبقوا ستات، وده هتعديه ولا هتشك فيه ولا هتقول ده راجل موجود، وممكن حضرتك تعمل سيرش وتشوفه. ده أولا. ثانيا، في كتير تم ضبطهم رجال محجبين مجرد طرحة، وتم برضو ضبطهم أمنيا، سرقة، خطف وإلى آخره. إذن المشكلة مش في من ارتدي. لو طرحة هيكشف. لا لا لا، كان في لسه حادثة كانت قريبا في الحرامي أو حاجة زي كده، لابس عباية عادية كأنه واحدة ست، ولابس كل شيء تدل على أنه هو واحدة ست وبطرحة، شكله لا يدل أبدا أنه هو راجل أو ست. فهنا المشكلة مش فيما نرتديه، ولكن في الشخص نفسه. ممكن واحدة تلبس زي راهبة وتروح تعمل نفس الحاجات ديت،
الموضوع مش موضوع نقاب ومش موضوع الزي، هو موضوع في من يرتدي هذا الزي. فطبعا ما ينفعش ان انا احظر على حرية شخص ما ناتج عن اعتقاده او عقيدته او دينه، حتى وان كان القول بالفضل بسبب اقوال بيجتمع فيها الجميع. خلاص احنا قلنا مش هنناقش اللي هي الجدل الديني، يعني الجدل الديني مش هنناقش. لا انا خلينا نحسب القضيه قضيه مجتمعيه. انت بتقولي ده ما يهددش الامن، ولو شايفينه يهدد الامن هتلغي حاجات كتير، هتلغي المكياج والباروكه وهتلغي كل حاجه، كل يعني كل شيء. ما هو كل شيء بيجوز ان انا ممكن ابقى راجل واعمل حاجات دي وابقى ست، وفعلا لو الاعداد كان يقدر في ميك اب ارتست او اسمهم ميك اب تورتل اكتر بيعملوا الحاجات دي في ثواني. طيب استاذه فريده توافقي على وجهه النظر دي؟ لا لا لا، انا رايي انه مفيش حاجه اسمها دي حريه. حريتك تتوقف عندما تبدا حريه الاخر، ده مبدا قانوني كمان مستحدث. طب وهي كده بتعتدي على حريتك؟ طبعا. انا ما اعرفش مين دي، قول لي انت يا استاذه رانيا. ما اعرفش يا مين. لا ما اعرفش، انا ما اعرفكيش. لا تعرفين. لا 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 ما تقوليش عارفاني. عارفاك ازاي؟ عارفيني اوصفك ازاي؟ حتى عينيكي ما انش شايفاها كويس. مش دي القضيه. انا اللي بقوله ان لا، يا تقصد مش عارفاك يعني لو حد ثاني قدامها، يعني لو انت قمت دلوقتي ولبست لبس ده لحد لا ثاني. لا هتقدر ممكن تعرف. ما تلاحظش ان لا على فكره ثقه تكفيه جامده قوي. لا مش كده، انا غلبانه. انا بشوف اللي قدامي، انا من حقي اعرف دي اللي شايفاني وعارفه انا مين، من حقي اعرف هي مين. انا ما اعرفش هي مين. ان اشمعنى هي عارفه انت مين؟ انما تتخفى. انا ما حظرتش حريه حضرتك في ابتداء النقاب. انا ما اتكلمتش وانت بتتكلمي من فضلك. ها، انا اللي بقوله ان انا من حقي اعرف مين اللي جنبي. وانا كنت في جامعه السوربون، كنت ناوي اعمل دراسات وفشلت، يعني سبتها. في كده اهو، ان المبدا بتاع عدم التعسف في استعمال الحق اللي هو لا بيجي دروا، ده مستحدث من الشريعه الاسلاميه. ما فيش حاجة اسمها من حقي. ما هو من حقي أعمل أي حاجة؟ لا، في أصول. الأصول دي إن أنا أعرف مين ده وأعرف مين دي. إحنا عارفين وأنت عارف القضية بتاعت الراجل اللي كان بيدخل يعمل علاقة بواحدة متجوزة قعد 4 سنين يدخل بالنقاب. يعني ده النقاب ده حاجة مستحدثة عندنا. أنا عايز أعرف بقى، إحنا النهاردة مثلا انا بضرب مثل يعني عشان انا رايي ان ده الضرب للمجتمع المصري وضرب الهويه المصريه. لسبب، انت بتعمل سينما، لما تيجي تعمل سينما بقى ان شاء الله، يعني تعملها ازاي بحد منقب؟ ازاي؟ ما انت بقى السينما دي فيها ممكن حد حرامي وحد حلو وحد مضحي وحد شرير. لا بقى، ده انت كله كده زي الفل. ومش كده، انا ما اقدرش اقبل ان انا ابقى ماشيه في الشارع وحد، انا بخاف. انا لما اجي بركب اسانسير والاقي واحده منقبه بخاف. يعني انت الاسباب، انت عندك الاسباب الامنيه والاسباب الاجتماعيه والنفسيه يعني كمان. طبعا النفسيه. ان اشمعنى هي شايفاكي وتبقوا قاعدين جنب بعض وانا ما اعرفش هي مين. وبعدين ايه وبعدين يعني انا بشوف تعبيرات وشك، اشوفك غاضبه واشوفك لا ولا مندهشه ولا فانت مش شايفه. انا بس عايزه اقول حاجه، يعني احنا شوف النهارده العالم كله بيحصل فيه ايه، واحنا بنناقش امور تافهه ومش يعني غير مشرفه. يعني السبب هقول لك عليه. انت النهارده بتحط الراجل العربي المسلم يعني ادنى من ادنى رجل في العالم. يعني انا لما اجي في فرنسا او في المانيا والاقي الست، الاقي ميركل رئيسه المانيا مثلا، ها، والاقي الستات ماشيين والاقي الرجاله، والرجاله محترمين وما فيش حاجه عندهم، يعني ما مش واقفين عند النصف الاسفل من الانسان. الست لازم تعمل، الست لازم يبقى ليها ختان، الست لازم تتغطى، الست لازم تدفن. هو في ايه؟ في ايه؟ طيب في ايه؟ اديت استاذ فريده مساحه اكتر مني على فكره. طيب. بس انا كنت حابب ارد على حاجتين. لا عايزه تعقبي قبل مثلا استاذ. بس هي بتسال سؤالا يعني منطقيا، يعني اي اللي انا من حقي إيه؟ انت شايفه دلوقتي تعبيرات وشها، هتشوفي غضبها، اندهاشها. طيب. حزنها، سعادتها. استاذة فريدة عايزة تمنع عني حق ان ارتدي ما اشاء في الوقت اللي انا لا امنعها ان هي ترتدي ما تشاء، بالرغم ان انا عندي حكم شرعي بيقول ان انت بتعملي ده على الاقل فضل، ووجود حكم شرعي بيقول ان الحجاب فرض.
فخلينا منطقيين. ما احنا الحرية احنا دلوقتي لو قعدنا لو دخلنا في النقاش الحرية انا بشوف دلوقتي هو عامل الدعوة القضائية استنادا الى حاجة في المجتمع. خليني بس اتكلم. الحرية الشخصية مرجعها الدين، والا انا هروح للي كانوا عاملين اول امبارح حفل في كايرو فيستفال اللي هم الشواذ واقول عليهم حرية شخصية ويجب ان اتقبلها. الحرية الشخصية طبق عليهم القانون وألقي القبض عليهم والنائب العام بنفسه اتعمل وفي دعوات ان هي دي حرية شخصية، لكن لا بس انت هتساوي النقاب دي مرجعية دينية. لا حضرتك كل حاجة يلبسوها حاجة تانية. لا خلص بس واحدة واحدة. واحدة واحدة بس خلص. واحدة واحدة ما انت لسه جاي فكمان هتقول واحدة واحدة. اما نفسيا مفيش حاجة اسمها ده مش دين، واحنا مش عايزين نتكلم في الدين، عايزين نتكلم في المجتمع. واحنا خلاص يعني اهدي بس اهدي. أما نفسيا لو أنا وأستاذة فريدة موجودين في مكان واحد أنا هتشرف إن هي هتشوفني وأنا هشوفها، لكن أنا بحتجب عن حضراتكم. حضراتكم رجال تشوفوني عليهم، أنا مش عايزاهم يشوفني، وأنا عندي حكم بيقول إن أنا أقدر أعمل. طب ما الأستاذ سمير دلوقتي بيقول لك إنه ارتكاب الجريمة، ما هو كمان ما أنت أنا بقول ارتكاب الجريمة بالمحجبات. أنا لسه بقول أنت دلوقتي لو خرجت من الاستوديو لا لا وديت اللبس ده لمخيمر اي حد قاعد لا 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 مخيمر لا 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 الكلام ده الكلام ده غير منطقي بالمره. ممكن يكون مخيمر قاعد معانا برضه عادي، مخيمر يبقى كده لكن يعني لا خلينا لوجيكال شويه. انا استاذ وائل انا بس اسمحكم بس تعليق صغير. طيب يعني حتى المراه بتستطيع انك تعرفها من البرفيوم اللي هي حطاه، انت ما تقدرش تعرف دي راجل ولا ست. انا بنحط لها برفان ان شاء الله. هتحط لها برفان الرسول قال تعطره. طيب ما خلاص يبقى انت بتتكلمي في البرفان اصلا. مرت على قوم فشموا. لا ما ينفعش. خلينا مقنع الكلام، مقنع الكلام ده اللي تحت اللبس ده. اولا ولا كلام الاستاذ مقنع ولا كلام مقنع. ليه؟ اولا هم فرضوا وصايا على الامن القومي، كل واحد يطلع يقول لك الامن القومي الامن القومي، وكان ما عندناش مخابرات حربيه، ما عندناش مخابرات عامه، ما عندناش امن دوله، ما عندناش اي حاجه. كل واحد يطلع حاطط نفسه نصب نفسه وصايا على الامن القومي. هي لو مساله امن قومي المخابرات عندنا، امن الدوله عندنا، المخابرات العامه عندنا، ليه ما تكلموش في مساله الامن القومي؟ اولا لكل قاعده شواذ. الامن اتكلم كثيرا في استخدام النقاب في لكل قاعده شواذ. انا عندي اكتر من 3 مليون منتقبه، لما 10 15 20 يحصل منهم مشكله مش هروح اقلع ال 3 مليون. وبعدين ال 3 مليون دول مش لوحدهم. انت عملت احصاء منين انهم 3 مليون منتقبه؟ ما احنا يعني احنا عارفين يعني على فكره يعني المساله معروفه يعني. مش معقول يبقوا كده. مساله معروفه. خليهم مليون، خليهم نص مليون. ولا ايوه كده. خليهم نص مليون. ولكن النص مليون دول ايه؟ ممكن يكونوا متزوجات. فانت بتحرمني انا كمان من حق ليا. انا مش عايز مراتي والشيبان. ايه المشكله في كده؟ ليه انت بتفرض وصايا عليا انا كمان كزوج؟ لحظه كزوج انا كمان بتفرض عليا وصايا. انا عندي حته القماشه ديت زي جسمها بالظبط، زي جسمها بالظبط، لو وشها بان كان شيء من جسمها بان. انا كده ده دين. انت طلعت ذكي يا استاذ وائل في الاول، قلت لنا مش عايزين نحولها لدين. لا المساله مساله دين. لا مش مساله دين، مساله دين. لا, 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 لا. المساله عندنا اتفاق عدد كبير من المجموعه على ان النقاب ممكن عاده وليس عاده. انت عايز تناقشها من مساله لو سمحت. لو سمحت اصل لو قعدنا هنناقشها. لا انا مش عايز اناقشها عاده وليس عاده. مش عايز اناقشها بس انا بقول من الذكاء ان احنا نبدا الحلقه منها مش مساله دين. ليه بقى انا هقول لحضرتك ليه؟ لان لو مساله عقليه ممكن هي تكسب عقلا، ممكن انا اكسب عقلا، ممكن تكون حجتها هي اقوى من حجتي عقلا، لكن لما تكون مساله دين خلاص. نقطه ثانيه، الاستاذ قال ان يعني معظم الائمه قالوا انها عاده يهوديه. كان نفسي بس يذكر امام واحد من الائمه المعروفين ان هي لا هي عاده وليست عباده. عاده يهوديه هو قال عاده يهوديه، وده حضرتك ممكن تسمعه في قالها الغزالي. قال الكلام ده وادي راي الشيخ محمد الغزالي. استنى بس لحظه احنا اتفقنا اتفقنا ما خلوش قطعهم. انا القضيه عندي مناقشه مجتمعيه. ماشي انا بناقشك مناقشه. الحجاب يؤذي الامن؟ يؤذي من الناحيه الاجتماعيه والنفسيه ولا هي بتقول لك اجتماعيا ونفسيا تاذيني؟ انا مش شايفاها. هي اصلا مأذيه من الحجاب مش مأذيه من النقاب، هي مأذية من نفسها اصلا. ما تتكلمش عني بالطريقه دي، الزم حدودك. طيب يا جماعه استاذ وليد، استاذ فريد، انا هنا انا عندي بتحلاوه. استاذ وليد، استاذ وليد، استاذ وليد، خلينا احنا اتفقنا على حاجه يا جماعه. لما هنناقش لا داعي لإزاء الطرف الاخر. اذا كنا احنا بنتكلم على هل النقاب يؤذي ولا لا، انا لا اؤذيها هي فعلا. طيب. كده انا بتكلم بصراحه. انا دلوقتي انا 3 مليون منتقبه، نص مليون منتقبه ونص مليون زوج، ودي عندها اطفال.
انا ليه ما بتحسيش بيا كانسان مسلم موجود هنا على ارض مصر، انسان مصري؟ طب ما يبدو بتقول لك حريتك تتوقف عند حريتك. وانا اذيتها في ايه؟ انا اذيتها في ايه؟ ما اذيتهاش في اي حاجه، ما تعرضتلهاش في اي حاجه. عايز اعرف مين اللي قدامي. طيب بالعكس، طيب ده هي اللي بتتعرض. اسال اذاكي في ايه؟ طبعا انا عايز اعرف. ما فيش، بص اما اقول لك على حاجه، انا عايشه في مصر هنا، انا كبيره قوي في السن زي ما انت عارف، واخد بالك؟ ربنا يديك الصحه وكل ما شفتش ان الدين انك تخبي خالص المراه وتوقدها تقريبا الا مع الناس دي. قبل كده ما كانش فيه. لا كان فيه مصر، على فكره كان فيه طول الزمن، وكان فيه بمر الزمن مصر كانت فيه. محطوطه كنموذج وك يعني حاجه، يعني مثال يحتذى. انت طيب النهارده لما تنقب لي كل مصر، يعني ايه اللي كسبته بالظبط؟ وايه الرجاله دول؟ استنى، ما انتوا موجودين. وليد خلينا انا عارفه على فكره دعاره موجوده. طيب دعاره كله استاذ وليد، احنا مش اتفقنا يا جماعه؟ قلنا دقيقتين دقيقتين دقيقتين. طيب دقيقتين، اتفضل اتفضل. طيب الاستاذه فريده قالت ان النقاب بيوئد المراه، يعني ايه يقيدها؟ يعني بيموتها. انا دلوقتي فين الميته حضرتك؟ انا بشتغل، انا عندي شغل، انا مدربه. هي بتقول انا مش عارفاكي. ما انا قلت لك لو انا وهي لوحدنا هتعرفني، ولو ماشيه في الشارع يعني بعد كده هتعرفني. يعني كل اتنين في اوضه ولا ايه؟ لا مش فاهمه حاجه. لا في حاجه اسمها، ليه تفرضوا علينا مجتمع تاني؟ مش الحجاب نفسه، الحجاب نفسه بيغير شكل المراه. خلينا بقى يا جماعه ما نقطعش، احنا اتفقنا يا جماعه. اتفقنا ما نقطعش، خلينا. طيب وكمان في حاجه الاستاذه فريده استشهدت بالغرب، وان الرجاله ما يفكروش بالنصف الاسفل والكلام دوت، مع ان التقارير والاحصائيات اثبتت ان اكثر العلاقات المحرمه ما بين اي حد في اي حته، واكثرها كانت في فرنسا بعدها بريطانيا، العلاقات اللي هي تعدد العلاقات. فبالتالي هم مش بيفكروا قصاد الناس، لانه حاجه افيلبل لكل الناس، اللي عاوز وقت ما يعوز هيلاقي، فهو هيتكلم عن ايه؟ ما فيش حاجه قدامه محرمه. طيب ده بالنسبه لاستشهاد الغرب. مش زي ما انت بقى الغرب، احنا قاعدين ناخد منه التكنولوجيا كل حاجه. لا ثانيه واحده، والتطور. انا لما اجي مثلا عند السعوديه، انا الغرب بالانحلال احنا. لا انا لما اجي عند السعوديه، لا ثانيه واحده بس اوجه، انا لما اجي عند السعوديه والاقي ان جامعه الملك عبد العزيز واخده رانكينج عالي جدا في التصنيف العالمي للجامعات، اقف واسقف لها. لكن احنا ما بنذكرش ده، وبنذكر بس ان هم جايين وهابيين وجايين بالنقاب وجايين. لما اعرف ان اكتر السعوديين دلوقتي بيعملوا الماسترز والبي اتش دي في امريكا وفي بريطانيا، وبقى عندهم ناس كويسه جدا علميا. لا ثانيه واحده، ما انا اهو حضرتك بتستشهد. طيب بالتكنولوجيا. أنا خليني انا كمان استشهد بنفس عايز المنطق. عايز حاجه المجتمع المصري. ما هو حاجه المجتمع المصري، حاجه المجتمع المصري حريه من دين. حضرتك ما تحرمنيش من حريتي المنبثقه او اللي طالعه من معتقد. طيب دقيقتين استاذ، دقيقتين استاذ سمير. انت بتقول عملت جبت ابحاث ودراسات عن حجم الجرائم التي ارتكبت باستخدام النقاب، يعني في ايذاء امني. كل دي جرائم. 10 ورقات يعني؟ 200 ورقه. 10 ورقات. لا انا هديك. طب من فضلك بقى، انت قلت ما تقطعنيش. احنا قلنا يا جماعه عشان لا ما يقدرش، ما يقطعش على خلينا عشان بس المشاهد يحترم. النقاب. طيب. النقاب خير الرداء للتستر في ارتكاب الجريمه. ثانيه. واول من بدأ في ارتكاب الجرائم في مصر بالنقاب هم جماعه الاخوان المسلمين، حينما تم القبض على محمد بديع وهو يرتدي النقاب ويضع نفسه في زجاجة أساسا، اتمسك في نقاب بالنقاب، ما لابس نقاب بس بيتستر في ستار امرأة. ادي ادي يا اخواني اللي هو بيستشهد بموقف محرج. المصادر الامنيه دي كل هذه الفيديو. وبعدين لما تيجي تكلمني على حريه المراه بيقول لك ايه؟ انا افرض على مراتي انها تغطي وشها. لا ده مش من حقك. انا ما قلتش كده على فكره. انت متجوز غنمه جوه البيت. لا 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 كل دي نظر جرائم. اتفضل يا بيه. طيب. اتفضل دي احد اساس بس هشرك المشاهدين معانا. طب هو اللي بيلبس ماسك والتليفونات على الشاشه يا جماعه، بيلبس ايه؟ اللي بيلبس ماسك. طيب يا جماعه بس لو سمحت، سرقه البنك الاخير اللي كانت بماسكات
مالها حضرتك مش موجوده عندك؟ كان فيها اتنين نقاب. لا لا فيش اتنين نقاب، فيها اتنين نقاب في الذهب وال وفي المحلات اللي بتبقى محجبه وبتبقى من غير الحجاب اصلا، دي حضرتك مش شايفها. بركه ان ميركل مش منقبه، بس ان ميركل مش مسلمه اصلا. بتنتقد بتاعتي ليه؟ بركه ايه ده؟ انه بتقود دوله عظيمه، احنا هنا بنرجع في رئيسه حضرتك. هو هي مساله النقاب هي اللي منعاكي؟ طب ما انت حضرتك مش منتقبه، عملت لنا ايه؟ ما انتيش رئيسه ليه؟ انت عملت لنا ايه؟ انا عملت كتير. عمل ايه هو الاختراع اللي عملته؟ يا جماعه يا استاذ وليد، استاذ وليد عملت ضدك يا استاذ وليد، افكارك الرجعيه الظلميه. لا 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 بس عملت ايه؟ عملت كتير استاذه فريده. ايه ده بس يا جماعه؟ استاذ وليد لو سنتفق على عدم المقاطعه، انت ما توديهليش خد يا استاذ. انا بقول الكلام، ما انت بتقولي انا ما بطيقش كلام. اما يجي كلام حاجه في الاسلام مش عاجباكي، انت داخله الاسلام تعملي ايه؟ انا مش دعوه استاذ وليد، لو سمحتي كده 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 بنختلف يا جماعه، كده بنختلف يا جماعه. انت مش ربنا. طيب انا داخله استاذ محمد، اتفضل. مش دعوه يا استاذ محمد، يا كافر انت بتدي من داخل، مالكش دعوه. لا 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 كافر بتكفرني؟ ما انت كفرتها، ما انت كفرتني، ما انت بتكفرها برضه. طب استاذه فريده لو سمحت بس، انا كافر. طب انا داخل الاسلام عشان احاربه؟ طيب انت مولود سنه كام؟ انت مولود سنه كام؟ رد. 75. انا اسلمت سنه 63. استاذه شيماء اتفضلي. طب خلينا نسمع الناس بس. وبعدين استفدنا ايه؟ لو سمحت بقى يا استاذ وليد، استفدنا ايه؟ لو سمحت استفدنا ان انت بتهديني. استاذه شيماء اتفضلي. لو سمحت لو سمحت، مش هناقش القضيه من زاويه دي. فين الاسلام يا استاذه شيماء؟ اتفضلي اتفضلي. السلام عليكم ورحمه الله. سلام ورحمه الله. انا مش معاكم، مش متابعه الحوار من الاول، يعني دخلت عليكم دلوقتي. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. السلام عليكم ورحمه الله. انا اسمي شيماء، لبست النقاب بكامل حريتي الحمد لله يا رب، كان فضل ومنه. عندك كام سنه يا استاذه شيماء؟ انا عندي 34 سنه والحمد لله خريجه كليه دراسات اسلاميه ومعايا دبلوم تربوي وبكمل ماجستير، كله من فضل ربنا الحمد لله. ال- ال- الزاويه المجتمعيه بس في النقاش هي اللي بتهمني يا جماعه، لان طيب ماشي. أنا الجزائر مثلا حينما اتخذت اجراءات منذ أيام قليلة ضد النقاب، استندت أيضا للعوامل الأمنية والمجتمعية والنفسية يعني والحفاظ وهوية المجتمع زي ما قالوا يعني. والقضاء المصري ساير هذا الاتجاه وقت منع النقاب في جامعة القاهرة. أنا لبست النقاب بكامل إرادتي وعقدتي، يعني اديتني كده. أنا مش هتكلم في فرض سنة، ده جدال. أنا ما خلينا نتكلم بقى في الزوايا المجتمعية. أيوة يا جماعة، الزوايا المجتمعية. هل المجتمع محتاج ده ولا مش محتاجه؟ متمسكة بنقابي في كل الظروف وكل الفتن دي، وأنا متمسكة بنقابي، يبقى إن شاء الله هكون أقدر وأعزم وأقدر على التمسك بتراب وطني ده وأدافع عن كل حتة فيه. عمرنا ما كنا بنحارب ولا عمرنا كنا بنهاجم الناس. محدش يا جماعة يتكلم طول ما في حد بيتكلم. بنمشي في الشارع، يعني خلينا نحافظ على فضل. نمشي في الشارع ملتزمين، احنا خدناه سواء فرض او سنة او فضل، فاحنا عندنا فروض تانية اولى، الحفاظ على وطني ده اولى، تقوى الله اولى، يعني الاحسان للغير اولى. وكمان اللي ما بيلبسش النقاب لا يخالف تقوى الله في على الجانب الاخر يا استاذة شيماء. طيب استاذة هدى من الدقهلية اتفضلي يا فندم. منى، استاذة منى اتفضلي. استاذ منى، استاذ عبد الحي من سوهاج اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل استاذ وائل. اهلا بيك اتفضل. انا من سوهاج. يا ريت بهدوء تناقشوا البرنامج بهدوء. ما احنا بنناقش بهدوء، لكن احيانا يعني الحوار بيبقى فيه عاصف شويه. قول لي بس، كلمني في الناحيه المجتمعيه يا استاذ عبد الحميد. الحل بسيط سعادتك. يمنع النقاب يمنع المايو. طيب في ده موافقه على تعبير اللي يمنع النقاب يمنع المايو؟ مش عايز معارضات يا جماعه، اما نسال اللي ينتهي وهسال الناس كلها يعني لو سمحتوا. النقاب بيتلبس، وبقول لك لو عايزه تمنع النقاب. لا، النقاب بيتلبس في الشارع وبيخليني ما اعرفش مين اللي جنبي. المايو في البحر، في البحر في حته محدده وبتنزل. الواحد بينزل بالمايو. وبعدين انا نفسي افهم، محدش له ان هو يعمل مجتمع مصري غير اللي عشناه. ده مجتمع دخيل علينا. لا طيب. دخيل على فكره. احنا دفعنا يا استاذ وليد لو سمحت. انا هسالك كده يا جماعه، اصل يعني ماشي الناس هتستاء من تداخل الاصوات. معايا الاستاذ ايمن من القاهره اتفضل.
مساء الخير. اتفضل يا استاذ ايمن. اتفضل. سلام للجميع. بيحيوك جميعا. اتفضل. انا كنت عايز بس اتكلم على حته النقاب، غير ان هو يعني ده ليه اثر امني وليه اثر ايمن، يعني ليه اثر امني. ادخل لي بقى ده في عمق الموضوع. ايوه، هو كمان اثر ديني. انا في ناس بتكره الاسلام لما تشوف الست مغطيه، هو ده الاسلام بيطلب كده ان الست تعامل هذا؟ فين ده الاسلام كرم؟ انت شايفه اهانه للمراه يعني؟ ف طبعا اعداء الاسلام يمكن ان يستغلوا ذلك يعني. اذا كنت انا مرتضيه طبعا ده هو زعلان عليا، انا اللي راضيه بيه. لما تشوف هذا المنظر هخليك تعلق بس على ده، اسمعه بس. تمام. طيب هو 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 شايف، بيقول لك لا سيبك من الجانب الامني، انا بشوف انه اعداء الاسلام انا بقدم لهم خدمه، لان بقول لهم بدليل ان الصور اللي تم تداولها عن نساء الطالبان يعني والمجتمع في افغانستان كانوا بياخدوها للاساءه للمراه. شوف المراه عامله ازاي. عندي ردين على الاستاذ. اولا كل المسلمات الجدد في امريكا او في الدول الغربيه اول ما بيسلموا بيلبسوا النقاب. بينتقب. ثانية واحدة بس خليني أكمل. تاني حاجة، الأستاذ مش مستاء إن أنا راضية بنقابي، لكن مستاء إن هو مش قادر يشوفني وزعلان إن هو مش عارف يشوفني. إزاي ده؟ إنهي منطق؟ أنا مرتضية بنقابي وبخرج بيه وبأدي بيه كل مهامي، شغل، بيت، تعامل، تواصل مع كل الناس بشكل ناجح. بتقدري تتواصلي؟ طبعا، وإلا ما كنتش أبقى مدربة. لا يعني من يتعاملون معك؟ اذا كنت انا بس اسئله مجتمعيه بيستطيع. طبعا ما انا بتواصل معك. لا بس انا لو مش عارف انه حضرتك الاستاذه رانيا هاشم. لا لا ما تقلقش، هتعرف. هتعرف لو احنا قاعدين في اي مكان عام، حضرتك ما تعرفنيش زي بالظبط ما بتتعرف على اي حد. هقول لحضرتك اسم. هي هو انت اول ما بتشوف مثلا الاستاذه فريده وانت ما تعرفهاش، هتقول لها ايه يا استاذه فريده مكتوب عليك؟ يعني انت لما بتدخل عليها ببقى عارف ان ده وليد. ايوه ما انا قلت عليك، انت بعت لي جاي يا جماعه قلتها باسمها. ايوه لكن لو هي في مواصلات لازم اعرف هي مين. لو في خمسه حتى لو واحده مش محجبه لازم اعرف هي مين. استاذ طيب، استاذ وليد، استاذ مين؟ جمال. استاذ جمال اتفضل. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام. اتفضل. اهلا بيك. اتفضل. ازيك يا قلبي؟ سلام للجميع اللي عندك. بيحيوك جميعا. اتفضل. الزاويه المجتمعيه. ما ولد عندنا في المنيا اثنين منصبين واخد ست واخد بال ستك واكفين على فورنا واكفين على فورنا تمام ستك سرقوا واحد نضار ب 500 جنيه. الاسلام بتاعنا يا استاذ وائل معايا يا فندم؟ معاك. الاسلام بتاعنا بيديك الوجه والكفين معايا وائل بيه؟ طيب ما انا خلينا احنا قلنا بلاش يعني اصل النقاش الديني يا جماعه هيستنزفنا واستهلك بحثا نوقش كثيرا يعني. النقاش المجتمعي ان دلوقتي يعني الحظر النقاب تحديدا خاصه يعني اللي احنا القضيه متعلقه بالنقاب وليس بالحجاب يعني. النقاب الحظر لاسباب امنيه اجتماعيه نفسيه اللي بتقول عليه الاستاذه فريده ان انا هي شايفاني وانا مش شايفاها، فده يؤذيني في حريتي نفسيا زي ما هي بتقول ويؤذيني اجتماعيا كمان. وقولي الراي. اتفضل. اتفضل. قسما بالله اغلبهم يا فندم مش الكل، اغلبهم حضرتك. تمام يا فندم؟ طيب استاذ قبل ما اطلع فاصل احمد من الغردقه. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. يا مستر يا استاذ وائل، حضرتك النمسا اللي هم بيقولوا اوروبا، في النمسا رئيس اوروبا اللي هو في النمسا قال لك انا لو حد ضايق المراه الست اللي هي منقبه. ايه ما فيش حاجه اسمها رئيس اوروبا، قول لي بس بهدوء. لا رئيس يعني ما يعني مسؤولون في اوروبا يعني مالهم؟ في النمسا قال لك لو الست المنقبه حد ضايقها في الشارع انا هلبس كل نساء النمسا نقاب وده على الانترنت. هل في بلد مسلمة؟ قال ايه؟ قال ايه؟ قال حد اذى اي منتقبة ماشية انا هلبس نساء النمسا نقاب. النمسا كلها نقاب. لا طب ما هو الايذاء يا جماعة ما 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 ما, ما هو حتى المجتمع هناك يرفض ايذاء اي شخص بسبب لبسه هتغيره. ما هو ما بيأذيك، هو بيتكلم عن ايذاء. طب ما حد يعتدي على حد ما ده بيعتدي عليا. الغير محجبة بيأذيني انا. هل نأمرهم بالحجاب؟ بيأذيني انا بيأذيني.
وكمان بيخالف طيب. رأي الشريعة منصوص عليه بالفرض بالفرضية. طيب أحمد شكر، أطلع فصل وبعدها هاخد تعليقاتكم وتعليقات من القضية. يا جماعة بعض المجتمعات بسبب العوامل الأمنية تحديدا، خاصة عامل العوامل الأمنية هاجس في مجتمعات المنطقة، الآن يستخدم النقاب بنسبة كبيرة في الجريمة في الإرهاب، هم يفندون زي ما يقول لك، وغير النقاب أيضا يستخدم في ذلك. الحاجة هل المجتمع محتاج لده ولا مش محتاج؟ بعد الفصل. مشاهدينا نحييكم من جديد. طيب تعالوا ناخد تعليقات أخيرة متعلقة بالقضية التي نناقشها كثيرا، لكن لماذا نعيد مناقشتها الآن؟ لأسباب أمنية ومجتمعية ونفسية. تقدم البعض بدعاوى قضائية لحظر النقاب لهذه الأسباب، وأيضا في بعض أعضاء مجلس النواب تقدموا بمشاريع قوانين متعلقة بذلك. طيب في تعليقات أخيرة أستاذ وليد. أنا حضرتك بس هي مسألة النفسية، أنتوا ليه برضو ما بتراعوش نفسيتنا إحنا كمنتقبة وكزوج منتقبة وطفل منتقبة؟ أنا لما بشوف زوجتي في يوم من الأيام تقلع النقاب، ليه ما بتحسوش بيا إن أنا كأن يعني وشها لما يظهر لأي إنسان كأن جسدها كله ظهر؟ ما أنا برضو لازم تراعي نفسيتي أنا كمان وتراعي يعني نفسيتي. وشها إذا ظهر كأن جسدها ظهر. إحنا متربيين كده على دين كده، إحنا كملتزمين كمجتمع ملتزم والباقي مش ملتزم يعني. شوف أنت بتقول إحنا كملتزمين، أنا لا أنا بتكلم عن الالتزام يعني بالنقاب، وكأن إحنا كائنات الرذيلة وأنتم كائنات الفضيلة. أنا ما بنفيش كده، أنا ما بنفيش، أنا مش معنى إن أنا قلت كده يبقى بنفع الآخر كده. لا احنا انا بتكلم على المرأة المنتقبة، الراجل الملتحي اللي متجوز المرأة المنتقبة، هو لو شاف ان انت في يوم من الايام نزعت منها الحتة القماشة دي كأن نزعت شيء من على جسدها، هو شايف كده وهي شايفة كده، فالمفروض برضو تبص لنفسيتها. دي نقطة. النقطة الثانية المسألة هو العدد كعدد في مجتمع مصري، انت ليه بتخليني دايما عايز اكره وطني لما انت انا فئة في المجتمع، انا حالة موجودة في المجتمع ايا كان صح او خطأ، ولكن الحالة دي شايفة شيء معين انت عايز تنزعه مني، فكأنك بتقول لي اكره البلد اللي انت فيها وشوف لك بلد تانية ترضى بيه. مش جايز حاجة المجتمع، المجتمع يحتاج انا حاجة مجتمع. انا اقول لك ايه هي حاجة القوانين المجتمع. تولد من حاجة المجتمع. جميل يعني. ايه هي حاجة المجتمع؟ استاذ سمير، استاذة فريدة، معاهم اتنين عملوا حملة تمنع النقاب. لا في قطاع كبير من المواطنين، لا قطاع. احنا مش شايفين القطاع ده، احنا ما بنشوفش القطاع ده اللي هو قاعد على الكراسي هنا بس او في برنامج تاني، لكن القطاع ده مش موجود اصلا على الارض. طيب انت شايفه ده عنصرية باتجاه فئة ضدنا وبتخلينا نكره المجتمع بعد كده؟ انا لما اشوف زوجتي اللي هي طول عمرها منتقبة انها تقلع عشان تمشي بوشها، ده انا حقره مليون مصري مش مصر بس. طب ما هو الاستاذ استاذ عامل لك ده بيهدد الامن وسلامه، هو مش مخابرات حربيه وهو ده اللي بيقسم المجتمع ولا تبع الامن القومي اصلا، هم طيب. اتنين واتنين بره شيماء. وعشرة بره يبقى 15 واحد. استاذ شيماء من كندا، استاذ شيماء اتفضلي بسرعه. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. وعايشه في كندا من 9 سنين ولابسه النقاب بفضل الله تعالى، وعمري ما قلعت النقاب. انا عايزه بس اقول كلمه صغيره قوي، لما كندا كانت بتناقش منع النقاب في كندا، الكنديين وقفوا وقالوا لا، قالوا لا عشان دي حريه شخصيه. فانا بتمتع بكامل حريتي الشخصيه في كندا وانا لابسه نقابي، فخوره بيه، اصحابي الكنديين كلهم بيحبوا. بس كمان في 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 كندا حسب ما اتابع بلاقي في دعوات ايضا تاخذ موقفا من النقاب، يعني من البعض، يعني من بعض القوى يعني. طبعا هو وانه ده يهدد هوية المجتمع هناك، وان ده في اسباب امنية. كل حاجة ليها المؤيد وليها المعارض، بس الغالبية العظمى في كندا ان هم بيؤيدوا الحرية الشخصية، بيؤيدوا حرية التعبير عن الرأي، حرية ممارسة الدين. بشكر استاذ سمير. كلام الاستاذ وليد هنا، انتوا بتمارسوا العنصرية على فئة كبيرة في المجتمع، عايز تقلعها النقاب ليه؟ والأستاذ وليد بيقول لحضرتك كمية المنقبات لا يزيد عن 3 مليون، فإحنا ليه عايزين نجرح مشاعركم؟
بأزواجهم دي واحدة يا فندم وبأطفالهم 3 مليون بأزواجهم وأطفالهم؟ لا 3 مليون غير أزواجهم وأطفالهم ماشي يعني وصلنا قول 5 مليون مثلا وأنتوا قرفتونا وإحنا 85 مليون اللي باقيين من ال 95 اتكلم عن نفسك تراعوا مشاعرنا وأنت تتكلم عن نفسك ما هو بيتكلم عن نفسك أما بتكلم عن نفسي هو بيتكلم يا فندم ثانية أنت بتتكلم دي يا فندم دي واحدة إحنا قلنا يا فندم أنت بتقاطعني ليه؟ أنت بتقول إن احنا دلوقتي بقينا نعتدي على مشاعركم انتوا 3 مليون على حد قولك انتوا اعتديتوا على مشاعر الباقيين اللي بيوصل عددهم بعد ما نشيل دول ل 85 مليون والله لا تخصم ما تقسمش انتوا بتقسموا كذب انتوا بتحلفوا كذب انتوا بتحلفوا كذب ايه التعميم نمره 2 نمره 2 تعليق اخير انت دي واحده دي واحده احنا اتفقنا يا جماعه طب مش احنا اتفقنا لا ما انت اتفضلت القضاء صمتا بس صمتا القضاء انت بتستند ليه بساند لحكم القضاء عندما أيد قرار الدكتور جابر نصار بمنع المحجبات بدخول المنقبات متأسف في جامعة القاهرة وأيده في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا دي أحكام بنتكلم عن 85 مليون ده أحكام نمرة 2 نمرة 2 ربنا نفسه رفض وجودهم في الحجة أو في العمرة وهم واقفين قدامه منقبات زي العفاريت كده قال لهم لازم تخش كده كشف طيب. وشك وانت طيب. بتصلي لازم تكشفي وشك انا خلص أنا الامن محتاج طيب. طيب. بديع بديع بتاعكم مرشد الاخوان دخل في زي امرأة عشان يخلص ادي النخوه وادي الرجوله ما بيخلصش سكت اولا بيستند لحاجه المجتمع زي أولاً. ما جامعه القاهره وجدت انه حاجه المجتمع كل ما يستند عليه الاستاذ المحامي القدير حجج واهيه جداً. امنيا قلنا اجتماعية امنيا قلت مش عايز اجتماعيا نفس الكلام لكن في حاجه بقى حضراتكم اصلا كلكم غايبه عنها احنا دلوقتي في دوله لا تجبر ان البنت تلبس نقاب ولا ان هي تقلعه بالعكس ده اللي بتقلعه بيحتفلوا بيها لكن بالرغم ده عدد المنتقبات بيزيد معنى كده ان في رغبه داخل الفتيات والبنات برغم صغر سنهم او كبر سنهم ان هم ينتقبوا دي رغبتهم انتوا بتحاربوها بتاع ايه عشان دي احصائيه انت اللي عاملاها ثانيه واحده مفيش بالفعل. الكلام ده لا امشي حضرتك في الشارع وشوف احصائيتك ممثله حاله شيحه ممثله تصنفات ده واقع ده واقع وانتوا دلوقتي لا 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 ثانيه واحده ده بيدل ان وجودنا يعني وجودنا ككيان موجود في كل القطاعات مهما كانت هي ايه فلا يحق لاحد انا بستخدم وجودنا واحنا كانه زي ما هو بيقول قرفتونا احنا ما كلمناش بطريقته طيب. انا ما اتكلمتش بطريقته مع ان هو الواحد المفروض بيلتزم بتعليم دينه في الكلام وفي الملبس وفي كل شيء تعليم الدين ما فيهاش الكلام ده من استاذ سمير وهو بيتكلم معانا يتكلم بطريقه تليق بيه هو كمحامي كلمه كلامي انت ما تعلميش مش هتعلمين انت تتكلم طيب. ازاي استاذه فريد كلامي الدين نفسه ما فيهوش سمي خلاص هي انت قلت هو ساخه وقلت قرف وقلت زباله ما قلناش كلمه وساخه ما حدش قال التعبيرات ما بنقولش الكلام ده انت استاذه فريده خلينا بس وجهي كلامي خلينا في تعليقات اخيره انا عايز هنفضل نناقش هذه القضيه بس ليه المجتمع محتاجها في الفتره الاخيره تحديدا لانه في جرائم لأن في جرائم بترتكب وفي يعني أفعال فاضحة ومشينة بترتكب زي اللي تحصل في شارع الهرم مثلا كده خلي سكتوا يا ولد يا أستاذ وليد بس ما أنا عايز بعض ما يحدث زي اللي بتحصل في شارع الهرم كده مثلا لو سمحت خلينا نتكلم خلينا نتكلم لو سمحت كلامك معايا كلامك معايا يعني المواقع الإباحية كده مش هينفع لو سمحت كده مش هينفع أستاذ سمير لو سمحت اتفضلي لو سمحت يا أستاذ وليد لو سمحت مش هخليك تتكلم لو سمحت عندك أنت مش هخليك تتكلم استاذة فريدة انا قدامي نص دقيقة خليه يسكت طب خلاص يبقى انا من حقي بقى انت دلوقتي بتعتدي على حقي انت وهو يا وائل انا عايز اقول حاجة عايز اقول ان المرأة المصرية عيب انها تحس بالدونية انها لازم تستخبى مين اللي قال لو سمحت مش من حقك خلاص يا استاذ وليد لو سمحت وانا مش من حقك وانا رأيي ان الراجل اللي لما يشوف امرأة ما يقدرش يمسك نفسه يبقى زيه زي الكلب اللي ماشي في الشارع انا رايي كده انا حره انا رايي ان المراه انسان طبعا بتحول لزي البشر ورب بالظبط كده انما عيب ان انا اقول ان الرجل المسلم ده انا بقرا الجرايد اللي بره
يعني بيتكلموا على المسلمين على انهم كده فعلا، زي اللي قالت لك مش عارف ايه مع البهيمه، حاجه غير معقوله. في نص فوق للانسان، تخاطب العقل يعني، في الابداع، في الابتكار، في الفن. طيب، في كل حاجه جميله. بشكركم جميعا. وبعد الفاصل طبعا يا جماعه احنا بنناقش حاجه المجتمع، هل من اهتمامات مجلس النواب وبعض المثقفين والمحامين انه المجتمع يحتاج لحظر النقاب لاسباب امنيه ومجتمعيه واجتماعيه ونفسيه، ده صح ولا لا؟ احنا ناقشنا كل هذه الجوانب. بعد الفاصل المهندس عبد الحكيم عبد الناصر ابن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر هيكون معنا. مشاهدينا نحييكم من جديد. اختلف الكثيرون مع جمال عبد الناصر، لكن اتفق الجميع على نزاهته، ربما حتى معظم أعدائه وخصومه تحدثوا عن الكثير من العيوب والأخطاء، بل والخطايا يعني، من حقهم مناقشة ذلك سياسيا، لكن إلا الحديث عن نزاهة جمال عبد الناصر أو بساطته، يعني أنه كان يعيش زي الشعب المصري، وكان دايما بيقول ذلك في خطاباته، على اعتبار أنه بعض من هم في السلطة دائما حياتهم محاطة بالبذخ والرفاهية الشديدة. إلا عبد الناصر، في شعور بأن هناك حملات كثيرة تشن على جمال عبد الناصر من مختلف الجبهات، هل ده صحيح؟ وهل ده لمعاداة عبد الناصر فقط ولا لمعاداة أفكاره التي ما زال ينادي بها البعض؟ هناقش ده مع ابن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر المهندس عبد الحكيم عبد الناصر. مهندس عبد الحكيم أهلا بيك. أستاذ وائل إزيك؟ إزيك عامل إيه؟ الحمد لله. عايز أختلف معاك بس في الأول خالص. أنت بتقول اختلف كثير، لا اللي اختلفوا قلة. قلة بس صوتها عالي. يعني أكيد مصر عمال وفلاحين والناس دي كلها ما اختلفتش على عبد الناصر. يعني قلة في العدد، ربما في القوى السياسية لا، في طيار في بس في العدد قلة. أنت شايف حتى الذين يعادون عبد الناصر قلة قليلة جدا، أو ممكن يكون صوتهم عالي جدا بس قلة. طيب، هل عندك الشعور يعني لو اختفوا اللوحه اللي في صلاح سالم دي هتفضل فوق 90 مليون برضه، اللوحه اللي في صلاح سالم لو اتشالوا يعني بالتعداد هتفضل برضه فوق 90. طيب خليني ابدا يعني شويه طغى على السطح، وانا ناقشتك في ده تليفونيا بس يعني حجبول، ايه اللي اغضبك لو السيد عمرو موسى، خلينا نبدا بدايه يعني، وهبدا ايضا احنا معلش انا عايز بس النهارده بذكر عبد الناصر، فقريت الناس اكيد عايزه يعني ما انا بالتاكيد اكلم، بس هو عنوان الفقره الاولى دي عشان كيف كان يعيش عبد الناصر. احنا عندنا يا جماعه جزء من خطاب عبد الناصر موجود عندك، اللي هو بيتكلم عن الرئيس زيه زي الناس وابن الرئيس زيه زي الناس، عندك نسمعه جزء من خطاب. عندنا رئيس الجمهورية ما حلتوش حاجة ومالوش عيلة، مالوش دعوة ومفيش عيلة هتحكمنا. عندنا ابن رئيس الجمهورية زي ابن أي واحد. عندنا مجتمع ما فيهش طبقات بنزود فيه الفوارق بين الطبقات. رئيس الجمهورية مين؟ رئيس الجمهورية أبوه واحد موظف أصله من عامة الشعب، كان بياخد 25 جنيه، ما كانش ملك ولا كان سلطان أبدا. وبكرة هيجيلكم مين رئيس جمهورية؟ واحد منكم محدش يعرف، محدش هيحكمكم بعد ما استرديتوا بلدكم إلا أنتوا. اللي احنا حققناه واللي احنا بنحارب من أجله. عايز ابدا ببساطة عبد الناصر، ليه؟ يعني حتى الدكتور مصطفى الفقي كتب مقالا اليوم بموضوعية شديدة يعني، وحتى انتقد السيد عمرو موسى وقال انه لا تحاول ان تنزع عن عبد الناصر بساطته يعني، بالحديث عن انه كان يستورد طعاما من سويسرا يعني.
في الجزء ده بساطة عبد الناصر، وليه استفزك هذا الكلام؟ لا أنا حقيقي يعني يعني احنا تربينا عيش يعني عشنا عيلة زي أي أسرة مصرية يعني. في امتيازات طبعا موجودة عندنا ان احنا ابناء رئيس الجمهورية، يعني في امتيازات، بيت يمكن كبير، في حديقة، في حرس، ما بنروحش نعمل كبش مواصلات، الحاجات دي كلها. لكن احنا كنا بنخش المدارس اللي دخلها اي مواطن عادي. احنا عمرنا دخلنا كلنا كنا في قومية، سواء احنا الولاد كنا في القومية بتاع الولاد، والبنات كانوا في القومية في البنات. كنا بنلبس مدارس حكومية، كنا بنلبس من ما اللي هو لبس اللي كان الناس بتجيبه من محلات سدناوي وشكوريل، يعني اللبس بتاع بدلنا كلها كان بيجي ترزي يفصل لنا او قماش. الجزم الكاوتش كانت هي الجزمه بتاعت باتا البيضة او الزرقاء ام رقبه. حتى جزم الكوره انا فاكر كان في محل في مصر الجديده اسمه النهضه، كانت كل مصر حتى جيلي هيفتكره، كان كلنا بنجيب منه جزم لو في كوره والحاجات دي كلها. يعني انا فاكر اول جزمه تجيلي كده كانت جزمه كانت حاجه جميله جدا، كان الله يرحمه الكابتن لطيف، كان تعب، والوالد طبعا بعد كان يعني امر انه يطلع يتعالج على حساب الدوله وكده، فهو راجع احنا اولاده جاب لنا جزم، يعني جاب لنا، كنت اول مره في حياتي اشوف الجزمه الاديدس. الاديدس كان وقتها يعني تكتسب شهره كبيره وبتاع ومستورده بقى، يعني كانت اول مره. وكان حتى وجات لك من كابتن لطيف، كانت كابتن لطيف، وكان حتى جاب له اول مره شنطه اديدس، وحتى الشنطه الاديدس دي ليها قصه كده. اول لما كنا بنروح نادي هليوبوليس كنا تبقى تروح عشان نلف المايوه فوطه كده ونروح. فلما جت الشنطه بقى فشيك بقى شنطه اديداس، فحطيت فيه المايوه الفوطه والحاجه بقى بتاعه النادي. وانا حكيتها قبل كده القصه. المهم وانا نازل لقيت بقى الولد الله يرحمه كان بيفطر في الصاله بره كده، فعديت عليه عديت بقى سلمت وكده وبوست وقعدت، وكان قعدت بقى فبص لي كده قال لي ايه الشنطه الحلوه دي؟ قلت له ما دي حضرتك دي من ده كابتن لطيف لما جه كان جاب لي بتاعه كده. فلقيته بص لي كده قال لي انت رايح فين؟ قلت له النادي. قال لي طيب واصحابك اللي في النادي معاهم شنطه زي دي؟ يعني انا فهمت الرساله، قلت له لا، وقمت داخل شايل حاجتي من الشنطه حطيتها في الفوطه تاني مخله فوطه ليه داخل ورحت فدي يعني احنا تربينا اننا انه هنا ايه يعني ما تدخلش على الناس بشنطه ممكن تكون مش عندهم يعني فتشعرهم. احنا في امتيازات موجوده، الامتيازات دي موجوده جوه البيت او موجوده بحكم ان احنا بس دي لاسباب امنيه الجمهوريه، بس غير كده احنا كنا بنعيش حياه طبيعيه زينا زي اصحابنا وزي اي حد معانا اللي هم في المدرسه او كده. فدي احنا اكلنا كان الاكل الاسره المصريه العاديه اللي هي خضار ولحمه ورز او سمك او فراخ او مفيش رز. لا هنا القضيه يعني لا تستورد طعاما من الخارج يعني. ما في ده، انا حتى كمان كان في نقطه ان الوالد كان عارف هو اصيب بمرض السكري السكر وهو في سنه 58 فاحنا الوالده انت عارف كانت هي يعني احنا البيت عندنا مثلا حتى مثلا افرض في عيد ميلاد في اي شيء من الحاجات دي كانت ما بيتواجدش في البيت بعد ما تخلص المناسبه الحلويات. ليه؟ علشان ما يبقاش في حاجه ممكن
يعني بتخلي الوالد وهو ماشي شاف مثلا تورتايه شاف بتاع حاجه فما كده فما تدخلش الحلويات البيت. يعني الحلويات هتيجي لو في مثلا ضيفه في مش في عيد ميلاد كده كانت دي بعد كده ما تبقاش موجود. واكلنا اكله كان اكل بسيط عادي جدا. انا فاكر حتى لما كان يسافر كان بياخد الجبنه كانوا بياخدوا له الجبنه البيضاء ياخدها معاه وهو مسافر كانوا بياخدوها ياخدوا له الطقم اللي هو بيبقى طالع معاه عارف من الحاجات انه بياخد معاه الجبنه البيضاء بتاعته هو كان يحب الجبنه البيضاء. لما اصيب عبد الناصر بالسكر ده نعاك يعني انت عشت معاه انه بقى في نظام غذائي محدد يعني كده. في اللي هو واحد وكان في الصبح كان بيجي الله يرحمه الدكتور ثروت وكان لازم يجي الصبح ويقيس له الضغط وكانوا بياخدوا منه عينه وبتاع دي عشان يقيسوا له السكر. طبعا ما كانش فيه المكنه دلوقتي اللي بنقيس بيها السكر في ثانيه دي. وكان لازم بياخد حقنه الانسولين الصبح. ده كل يوم والفطار اللي هو الفطار يعني اللي هو فطار العادي يعني اللي هو حاجات جبنه ومثلا وحاجه سلطه مثلا سواء خيار طماطم او مثلا لو في بيض حتى انا ما افتكرش انه كان من اللي بياكلوا بيض ممكن بياكل فول بس ف والغدا كنا بنتجمع كلنا على السفره في الغدا بنتجمع على السفره وطبعا يعني كان بتبقى بيت رئيس يعني الحاجه طبعا محطوطه صح ومترتبه وكله متظبط بس كان نوعيه الاكل كان يا خضار يا لحمه وخضار ورز يا سمك يا مكرونه ليه النوعيات اكل بيت هنا بقى ليه اللي اغضبك في فكره ما هو هنا يعني ما علمته كمان انا اللي اغضب السيد عمرو بيقول لك واقعه حصلت قدامي في التاريخ يقول لي لازم اقولها انه كان بيجي لي يعني رجل ضخم الجثه ياخد مني طعام من سويسرا عشان النظام الغذائي لعبد الناصر يعني هو ما تخيلش ان كان بيجي اصل ايه النظام الغذائي ما اعرفش يعني كان بيبعت ايه ما اعرفش يعني انا اللي كنت بشوفه في البيت عندنا ما شفتش حاجه غير عاديه كانت بتيجي البيت. الحاجه الوحيده يعني مثلا هقول لك حاجه كمان يعني كان اوقات مثلا ده حتى كاسترو كان كل شهر او كل يبعت له صندوق سيجار. هو الولد ما كانش بيشرب سيجار ده الزعيم الكوبي فيدل كاسترو يعني انت عارف كوبا يعني هم مفيش احساس وكانوا بيبعتوا هو كان حتى كان بيوزع عاده كان يا اما هو اللي كانوا بيشربوا يعني اللي كانوا قريبين منه كانوا بيشربوا سيجار كان الاستاذ هيكل كان بيبعت له السيجار او يبعته كان خالي بقى ليه خالي الله يرحمه كان يحب السيجار كان يبعت حتى ده محظوظ خالك ده يعني حتى تلاقي اسمه ايه ده حتى لما تروح المتحف بتاع منشيه البكري هتلاقي فيه علبه سيجار ومكتوب عليها فيدل كاسترو ففي حاجات كانت بتيجي يعني اللي هي انما كان نظام يعني انا ما عشتش ده ما شفتوش. طيب عشان كده انت يعني هنا بساطة عبد الناصر لا تقبل ابدا انه في حد يحاول ان يحطمها يعني. انا بصراحة انا حتى الموضوع ده انا ما اثرنيش الا لما الناس اتكلمت فيه. انا ما قريتش الكتاب بس في حاجة اثرتني فيه يعني قيل لي انها مكتوبه في الكتاب. حاجه خاصه ب 29 ما اعرفش في حاجه فيه خاصه بايه؟ بجماهير اللي طلعت في 29 يعني. قال انه جزء من هو قال عشان يبقى الدقه بس انا ما اعرفش قال انه جزء من التنحي كان مرتبا يعني دي بقى هي دي 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 دي, دي انا اسم دي لو فعلا قال كده لا دي يعني ده شيء غير مقبول انه المظاهرات التي طالبت إن عبد الناصر بعدم التنحي ان يبقى حد عاش هذا اليوم وشافه بعين انت عارف لو في شاب النهارده ما عاشوش يقول لك يا عم ممكن يقول انما حد عاش هذا اليوم زينا كده وهو حتى كمان ده كان ويقول هذا الكلام فده غير مقبول ان اللي هو دايما يتقال خصوم عبد الناصر دايما يقولوا مظاهرات التي طلبته بعدم التنحي تمثيليه بالملايين وتمثيليه يعني بالملايين ومش كمان في مصر وفي العالم العربي وتبقى شايفها وعارف انها مش تمثيليه وتقول انها تمثيليه دي اللي يعني دي اللي فعلا
يعني دي اللي مش قادر يعني بقول ليه حد ليه انا النهارده شايف ان انا قاعد قدام وائل البراشي يقول ان انا ما كنتش قاعد مع اقول حاجه تاني. يعني انت شايف انها يعني حقيقه دامغه لا تقبل التشكيك. يعني اي حد عاش اليوم ده مش ممكن يقول ان دي الا يعني ما حدث في 19 يونيو حقيقه دامغه. اللي هي المظاهرات التي طلبت عبد الناصر بعدم التنحي يعني. طيب وهي نفسها طب يعني برضو يعني انا لما الاجيال بقى اللي ما شافتش لما يجي يقول لك وتقول له طب ما هو طب واللي طلعوا بالملايين في جنازته دي كمان كانت مترتبه. طب واللي بقى بعد 40 سنه من الهجوم ومن التعتيم ومن كده طلعوا شايلين صورته ده كمان كان 25 يناير ده كان مرتبينها برضو. طيب في الجزء ده عشان هسألك فيه يعني ايضا في سؤال لانه ايضا اثاره السيد عامر قال 25 يناير هي ثوره على كل الأنظمة السابقة يعني قال إنه الفشل في إدارة الدولة منذ عبد الناصر هو الذي أدى إلى 25 يناير. بس تعالوا نشوف جنازة عبد الناصر أولا. الجمهورية العربية المتحدة وفقدت الأمة العربية وفقدت الإنسانية كلها رجلا من أغنى الرجال رجلا من أغلى الرجال وأشجع الرجال وأخلص الرجال هو الرئيس جمال عبد الناصر. جنازة عبد الناصر دايما تهز مشاعرنا بتدغدغ عواطفنا تثير أحزاننا لكن كمان بتعطينا دائما أملا يعني أن القيم والمبادئ لا تموت. طيب مهندس عبد الحكيم خليني هل ثورة 25 يناير زي ما قال السيد عمرو موسى أيضا هي ثورة على كل ما فات بما فيها مرحلة عبد الناصر وأنها أثبتت فشل إدارة الدولة منذ عبد الناصر وحتى الآن؟ ما اعرفش انت عايزني ان انا اجاوب على بديهيات اكيد لا يعني للاسباب الاتيه. اولا ازاي ثوره قايمه على عبد الناصر ورافعين صور جمال عبد الناصر؟ صوره الزعيم الواحد كان فيها اخوان مش رافعين صور عبد الناصر. لا بس احنا عارفين الناس الاخوان دول هم اللي سرقوا الصور. لكن اللي طلعوا حقيقي الناس اللي طلعت بصور عبد الناصر. حتى صور عبد الناصر تحس انها صور مش مترتبه، لا دي ناس جايباها من بيوتها وناس جايباها ودي كلها. دي نمره واحد. نمره اتنين انا بشوف اخر عمل كان ليها علاقه بنظام جمال يعني بمنظومه جمال عبد الناصر كان حرب اكتوبر 73 اللي ابتدت من اول حرب الاستنزاف واعاده بناء القوات المسلحه والامور دي كلها.
واخر وزاره كانت وزاره لها علاقه بمشروع جمال عبد الناصر اللي ابتدى من 52 وبعد كده ده اللي هو المشروع الاشتراكي، المشروع الاقتصادي، المشروع زي ما عايز اسميه، كانت وزاره الله يرحمه الدكتور عزيز صديق، اللي هي كانت قبل الوزاره دي، قعدت لغايه قبل ما تقلي حرب 73 اللي هي عملت التصنيع وعملت يعني هذه الوزاره كانت امتداد لنفس المشروع اللي ابتدى من اواخر من بعد تاميم قناه السويس اللي هو مشروع التصنيع ونفس التوجه. وكان في نفس الوقت ده حتى سياستك الخارجيه كل الامور دي كلها. طب يعني 25 يناير طب اسمعني بس انت بقى النهارده من بعد حرب اكتوبر ومن بعد ما جه هنري كيسنجر ومن بعد ما جت بقى بعد كده كان في الفتره كانت من حرب اكتوبر لغايه بعد حرب اكتوبر اللي هي فتره الحرب كان الرئيس السادات هو رئيس جمهوريه رئيس الوزراء، بعد كده جت وزاره الله يرحمه عبد العزيز حجازي، وبعد هذه الوزاره تغيرت السياسه الاقتصاديه والسياسه الاجتماعيه وكل شيء في الدوله. ودخلنا في سياسه يعني كل توجهاتها 180 درجة عن التوجهات اللي كانت موجودة أيام جمال عبد الناصر، سواء التوجهات الاقتصادية سواء التوجهات السياسية سواء حتى يعني أنت بعد كده أنت كان عندك من الخرطوم لا صلح لا اعتراف لا تفاوض، بعد ثلاث بعد اللقاءات الثلاثة بعد بعد 74 دي يعني على 77 كان في زيارة القدس، بعديها 78 كان بديفيد، 79 اتفاقية السلام، و يعني كل شيء معكوس. فالنهارده انت من 74 ماشي في اتجاه ملوش علاقة بالاتجاه او المشروع اللي كان موجود قبليه. انا ما بنعيش على فكره ده صح ولا ده غلط ولا ده، انا بقول لك بس انت عايز تقول هنا ان خط عبد الناصر خلاص تم الانقلاب عليه والانقضاض عليه. فالنهارده لو كان خط عبد الناصر ده كان فيه اخطاء، كان فيه خط غلط اي حاجه، فهو النهارده انت من 74 لغايه 2011 35 سنه ماشي في سكه تانية ليس لها علاقه بجمال عبد الناصر. وبالتالي ما تقولش ان 25 يناير فانت النهارده لو كان في اي اخطاء حتى بما فيهم نكسه 67 انت مشيت عكس كل حاجه، فالمفروض انت حتى نكسه 67 ما حدش يقدر يعلق عليها شماعه النهارده. لان انت مشيت عكس كل الامور دي كلها، انت مشيت بالعكس في 37 سنه والطريق اللي ماشي فيه بالعكس طلع فاشل والناس قامت صارت عليه. طب جمال عبد الناصر ماله؟ طيب يعني انا فايه ف الكلام ده لو كان جمال عبد الناصر اتوفى من سنتين ثلاثه او اتوفى من 10 سنين مثلا او يعني قبل 2011 بثلاث اربع سنين، لكن ده يوم ما قامت 2011 كان جمال عبد الناصر بقاله متوفي 40 سنة 41 سنة 41 سنة وكان السياسات اللي هي السياسات التوجهات اللي هي 180 درجة مختلفة عن توجهات يوليو بقالها 37 سنة. فيعني لا مش ممكن تربط بين الاثنين. طيب بس في الجزء ده عشان انت بتقول انقضاض على لا في يعني الذين يختلفون مع عبد الناصر يقول لك لا يعني انت بتتكلم عن مرحله السادات استعاد الارض عبد الناصر ضيع الارض. يا سيدي انا معاك في كل الامور دي كلها بس السياسه مختلفه. انا ما بتكلمش عن الارض، السياسه مختلفه. جمال عبد الناصر لما توفى كانت سينا محتله وكان
بس كان في عندنا كان ابتدى المش كان عندنا قوات مسلحه قامت واقفه على رجليها وكانت ابتدت ممكن تبقى جاهزه تعمل معركه. والحمد لله القوات المسلحه عملت المعركه العظيمه اللي احنا عايشين يعني على عظمتها لغايه النهارده في حرب 73. لكن السياسات بعد كده اختلفت يعني اختلفت 180 درجه في كل حاجه. فانت النهارده لو المفروض السياسات انت النهارده ماشي ده اللي قبليك ماشي في طريق وانت قلت الطريق اللي كان ماشي فيه ده مش غلط انا همشي في طريق تاني ده اللي هيوصلنا للرخاء والحاجات دي كلها. فحتى ده لو كان طب ما انت وصلك ان قامت ثوره يعني ما تقدرش تقول النهارده تربط ده بده. انا عشان كده حتى كنت بختلف كتير جدا من اللي يقول لك ان الجمهوريه الثانيه لا هو في جمهوريه اولى ابتدت من يوم اعلان الجمهوريه سنه 53 وانتهت بعد حرب اكتوبر. بعد حرب اكتوبر قامت جمهوريه ثانيه المفروض تكون انتهت في 2011 بس فضلت بقى مستمره لان الاخوان سرقوا الثوره وجم الاخوان ومشوا في نفس دي الامور. يعني انت المفروض انت في مرحله التحول انك يعني طيب. جميع الحاجات فمن ما تقدرش تربط ده بده طيب. وانا بشوف المشهد ككل كمان البعض انتقد عبد الحكيم عبد الناصر بتأييده للرئيس السوري بشار الاسد بتعتبر انه ده لا ده 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 مكمل لخط عبد الناصر هو ان تؤيد بشار الاسد في مواجهه الجماعات التكفيريه والارهابيه. انا أؤيد اي حد ضد الجماعات التكفيريه والارهابيه اي حد ضد الجماعات التكفيريه والارهابيه لازم تأيده. النهارده مصر نفسها كل النهارده الدنيا خدت نفس الخط ده. كل النهارده لما تشوف ده وده لازم هتقف واحد وحده واحد تواجد الدولة واحد تواجد تانيين دول كانت سوريا دي مش هتبقى موجودة كانت هتبقى حدود إسرائيل لحمت مع تركيا بس فهي فده اي حد بشار الأسد مكملا لخط عبد الناصر؟ لا ما فيش حد مكمل لخط عبد الناصر في ثوابت مثلا يمكن هو لغايه النهارده بشار الاسد ان هو موقفه من اسرائيل او من هذا ممكن ممكن بس لا هو يعني جمال عبد الناصر كان ليه ظروف وليه شخصيه معينه وليه حاجات معينه للاسف محدش عمل الحاجات يعني حتى اللي جم وقال لك احنا عبد الناصر وكده لا ما كانوش زي عبد الناصر. طيب مسلسل الجماعه كمان انا بشوف كل اللي حصل خلال الايام اللي فاتت هل شفت انه كمان اساء لعبد الناصر؟ لا يعني شفت مسلسل الجماعه في بالعكس ده انا يعني انا يمكن الوحيد اللي خد موقف مع وحيد حق لان مسلسل الجماعه يعني الناس مسكت تفصيله معينه التفصيله دي ما تفرقش معايا انه هل بايع عبد الناصر الاخوان في بدايات حياتي ولا هو اختار انا شايف الاختيارات اللي كانت موجوده في اللي قدامي ان جمال عبد الناصر قال مرتين مره كان في حديث سنه 62 بمناسبه مرور 10 سنوات على الثوره كان مع جريده بريطانيه مع صحفي اسمه ديفيد مورجن وحكى القصه انه هو كان قريب من الجماعه وقريب فيها بس هو ما كانش من الجماعه والمره الثانيه في لقائه بالشباب كان في حلوان سنه 65 كان ده بقى بعد المؤامره وبرده قال نفس الكلام هو وحيد قال لك ان انا هو خد الثانيه فقال ان يمكن ان جمال عبد الناصر قال كده علشان ده كان في وسط كان بعد بقى الازمه بتاعت 65 لكن انا نقطه تفصيليه هي المهم في الاخر جمال عبد الناصر
رفض افكارهم لانه جمال عبد الناصر كمان مش ممكن يعني هو اصلا جمال عبد الناصر شخص متمرد مش ممكن ابدا يعني تركيبته كمان لما ده مش ممكن يعني يقسم على الولاء والطاعه الا الحاجه واحده بس الا المصر بس يعني لا يمكن يعني أن يكون يعني أدى قسم الولاء يعني حتى تركبته لو في إطار المناورة السياسية لا لا يعني عارف إيه تركبته لكن في الآخر هل هو النهاردة يعني أنا شايف دي تفصيلة خدت وقت كتير جدا لكن المسلسل أولا يكفي أنه هو أظهر مؤامرة 54 محاولة الاغتيال بحقيقتها أنها مؤامرة حقيقية وأنه كله اشترك فيها بما فيها محمد نجيب يعني حتى محمد نجيب ما هو محمد نجيب سبب إقصائه الحقيقي اللي هو في الآخر اختفى إنه كان مبارك هذا الموضوع اللي هو محاولة الاغتيال في المنشية يعني هو دوره لا يقل عن دور المرشد يعني أنت بتعترض على إعادة الاعتبار لمحمد نجيب لا أنا ما اعترضش لا يعني الراجل برضو أنا ما ننساش دوره وحتى رقبته على إيده في إن لما قامت الثورة وإنه يعني إنه الراجل إنه يقبل قيادة إنه راهن بحياته على مع هؤلاء الزبان الشبان والحاجات دي كلها لا الراجل قام بدور وعشان كده وده اللي خلى برضو يعني رغم إنه لما جت العملية دي إن هو ما حدش كلمه كلمه يعني الحاجه الوحيده ابعد واتحط في تحدد يعني لم يتعرض للايذاء يعني لم مثلا ما دخلش اسمه لا في محكمه او في شيء وكل هذا الاعتبار ان الراجل ده قام بدور عظيم يعني ما نقدرش ننكره. طيب ايضا من القضايا المثاره وانت كان عندك موقف شويه رغم حساسيه المثاره من السيد اشرف مروان، هل بتوافق ايضا على الاتهامات اللي بتوجهها اسرائيل من خلال كتب؟ احنا الموضوع ده اتكلمنا فيه قبل كده مره من 6 سنين انا قلت لك الموضوع ده اجابته لازم هو عند جهاز المخابرات وعند الدوله المصريه. هي اللي تجاوب عليه. لكن غير كان أشرف مروان جاسوس من إسرائيل يقدم خدمات وطنية أنا أي واحد من أسرة عبد الناصر سواء من ولاده أو جواز بناته لأن احنا وقتها ما كناش متجوزين عبد الناصر مسؤول عنهم لغاية الساعة 6:15 يوم 28 سبتمبر 1970 بعد كده كل واحد اصبح شخصيه مستقله. فجمال عبد الناصر ولا الاسره ولا حد ليه دعوه يعني احنا ما حدش ليه دعوه يعني انت النهارده ده هو اختار مشي في سكه السياسه ومشي وكان واقترب من الرئيس الراحل انور السادات وقعد وكذا 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 دي قصه احنا دي ليها بقى معادلاتها وليها اللي يعرف داخلها واللي يعرف يرد على الكلام ده لان دي حرب بين اجهزه مخابرات. بس انت لم تكن راضيا عن دوره السياسي. طبعا يعني انا دوره السياسي كون انه كان قريب من في رأي يعني كان جزء من النظام بالذات في الفتره والنظام ده انا حسيت ان هو كان في فتره كان بيتجنى على جمال عبد الناصر وبيحاول يغتال شخصية جمال عبد الناصر ده طبعا شيء مشروط يعني لكن غير كده الأمور التانية دي أنا أمور دي تبع أجهزة مخابرات والدولة هي اللي عندها الإجابات هي اللي تحدد تقول ده إحنا اللي عندها الإجابات لأن أنت النهاردة ما تقدرش تقول يعني ما تقدرش يعني أنا النهاردة أنت لما أي حد بيعمل أي تصرف أو أي شيء المشكلة إن أنت ما بيبقاش عندك نفس المعلومات اللي عنده فالنهارده مين اللي النهارده هيقدر يقول لك يرد على الكلام ده؟ جهاز المخابرات المصري جهاز المخابرات المصري لان هي القصه الموضوع كله هو جهاز المخابرات الاسرائيلي بيضرب يعني اصل هو جهاز المخابرات الاسرائيلي انا عايز اقول ان زوج ابنه عبد الناصر هو يعني هو لا يعني لا يهمه في اشرف مروان اكثر من انه زوج ابنه جمال عبد الناصر اللي هو اعتقادا منهم ان ذلك يشوه جمال عبد الناصر. لا ولا هيشوه ولا اي شيء، ولا حد فينا مهما عمل ممكن يشوه جمال عبد الناصر، لان جمال عبد الناصر مسؤول عنا لغايه يوم 28 سبتمبر
1970. يعني بوفاة عبد الناصر لم يعد مسؤولا عن تصرفات أبنائه. مش مسؤول عن أي حد فينا. خلاص ما هو فيش مسؤول إزاي. هي يعني هيقول لك كيف لم يزرع فيهم قيمه ومبادئه. ده إحنا. طب بس ده ما هو ده مش يعني ده بالنسبة بس ده جوز بنته يعني برضو مش يعني الدرجة غير لما يبقى ولاده. طيب وانا بشوف كل الموضوع. وبعدين جمال عبد الناصر على فكره ما كانش عنده 5 اولاد يعني ثبت باليقين ان عنده ملايين الابناء وملايين الابناء والاحفاد. مش 5 مش 5 بس. يعني وده اللي حتى يعني اللي حصل في الاخر ده يعني حرقه اخواتي في مصر وفي العالم العربي من مجرد يعني شعور بالإساءة على جمال عبد الناصر فده بيثبت هذا الكلام. الغضب على اي من اي إساءة توجه لعبد الناصر. اي في الواقع الحالي عبد الحكيم عبد الناصر اتخذ موقفا واضحا بتأييد الرئيس السيسي وبعض تصريحاتك حتى يعني ربما تعتبره ايضا مكملا لمبادئ الرئيس السيسي. وفي وقت مبكر ايضا كنت بتدعم الاستاذ حمدين صباحي في وقت من الاوقات. البعض ممكن يقول لك لماذا تخليت عن صديقك حمدين صباحي؟ تاني هنقول السؤال ده تاني. لا بعد الملابسات الاخيره كلها يعني في ضوء التطورات الاخيره. بص عايز اقول لك حاجه. انا في فتره انتخابات 2012 حتى انا قبليها كنت يعني تقريبا في حركه يعني في يعني مش قطيعة في شبه يعني ان انا مبتعد خالص عن حمدين لانه لما كان دخل حصل نوع من التوافق بينه وبين الاخوان وكانوا داخلين على قوائم الاخوان. فانت هنا فأنا بقيت خلافية كبيرة بالنسبة لك. طبعا. ان من يضع يده في يد الاخوان تمام. تأخذ موقفا يعني. وبعدين لما جت الانتخابات انا فاكر كلموني أصدقاء مشتركين كتير من أول وكان يعني حتى خالد يوسف وغيره يعني بس كان آخره حتى إن النهاردة الانتخابات 2012 فيها 2 إخوان واتنين مبارك وواحد طالع بيقول بيتكلم إن هو على يعني مبادئ وأهداف جمال عبد الناصر فمش ممكن نسيبه يعني مش ممكن ده في الاخر يطلع على الاقل يعني حتى لو خسر يبقى شكله كويس يعني. بس فانا قلت له خلاص يعني للضروره احكام وخلاص بس كان عندي شرط. قال لي طب عايزينك احنا رايحين عندنا التوكيلات نقدمها تكون معانا. قلت له انا عندي شرط المسيره تطلع من ضريح الرئيس جمال عبد الناصر. ونتعاهد حتى يوميها قلت كلمة ان انا رايح ان انا جاي معاك يا حمدين على طريق هذا الرجل على مبادئ مش على حاجة تانية. وفعلا اتقابلنا كان يوم جمعة صلينا الجمعة وبعد ما صلينا الجمعة نزلنا تحت في الضريح في الحتة اللي فيها الضريح والصالون وبعدين خدنا الاوتوبيس وراح قدم الورق. ودلنا بقى على موضوع الايام الحملة الانتخابية وبعد كده وكان حقيقة ساعتها كان التزام تام يعني ما فيش بقى لا جملة ولا بتاع ولا حاجة كده لغاية لما طلعت النتيجة. وجاب ملايين الأصوات قريب 5 مليون حقق نتيجة جيدة يعني. بس فوجئت بقى بعد كده إن ابتدى يحصل اتصال بينه وبين الإخوان. راح يقابل ابو الفتوح قلت له مش معقوله يا حمدين انك انت النهارده بعد كل ده رايح تعمل تقابل ابو الفتوح عبد المنعم ابو الفتوح. قلت له ما ينفعش حتى في الاخر قلت له لازم تعرف ان الاربعه من كذا صوت دول على الاقل في 4 مليون منهم بتوع جمال عبد الناصر ما ينفعش تروح تقعد مع الاخوان. وبس
واستفزك مشهد عناق الايدي بينه وبين عبد المنعم مفتوح في ميدان التحرير. لا 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 ما كانش بتاع هو كان وقتها قال لك ان في بعديه انه كان المفروض هيتقابلوا في حته انا ما رحتش بيني وبينك وابتديت بتاع بعدين ابتدى قال لك طب هنطير الشعبي رحت جلسه اتنين كده لقيت نفس ال يعني لقيت وبعت وبعدين وبعدين فضل بقى المشهد رايح جاي لغايه لما جه مرسي بقى رئيس الجمهوريه. ولقيت العمليه لا ده في بقى نوع من التنصيب يعني في 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 حتى لما عملوا اللجنه اللي هي جبهه الانقاذ دي مره حتى كان بيكلم قال لي قلت له لا انا يا عم ابقى دي قال لي طب احنا عاملين جبهه الانقاذ قلت له لا دي جبهه انقاذ مرسي قال لي ايه جبهه انقاذ مرسي قلت له الجبهه دي جبهه انقاذ مرسي وبس وبعدين قعدنا بقى الفتره من ايام الاتحاديه لغايه 30 يونيو احنا كنا في ميدان التحرير وما رضيناش نسيب ميدان التحرير. كان اساسا انا وكان معايا كان مصطفى الجندي يعني هو كان هو حتى كان موجود هناك على طول مصطفى الجندي وفضلنا قاعدين في الفتره دي حتى مصطفى الجندي لما عملوا الاول حاجه عملوا جبهه الانقاذ دي كان مصطفى الجندي فيها وكان مسؤول الميدان. فحتى قالوا له طيب لما بعد الاتحاديه وقال لك هنتفاهم وكده وفضي الميدان هو قال لا انا مش هفضي الميدان وقال انا قاعد موجود وحتى ومشي من ما بقاش جزء من الجبهه وفضلنا بقى قاعدين في الميدان لغايه 30 يونيو مقام 30 يونيو في الوقت ده انا ما كنتش بشوف حد بصراحه منه وبعدها بقى وبعديها حتى جه مره وبعديها حتى لما جه قال لك حتى مره سالت على ناس كده هناك طب فلان ما بيجيش ليه وفلان يقول لي انا عنده مشكله امنيه قلت لهم لو اي حد من دول عنده مش محتاج اربعه يحرسوه انا اكيد هبقى في الظرف ده وفي وجود الاخوان هبقى محتاج كتيبه صاعقه انت بتتكلم عن انه بعض الشخصيات ما كانتش بتيجي ما كانش حد بيجي ما شفتش حد كان بيجي هناك خالص لغايه 30 يونيو ما شفتش حد من دول كان بيجي كان بيجي بقى ناس كان في شباب بيجي كان في طبعا كان في مسؤولين في تهديدات في ب ب ب ب ب باغتيالي وتهديدات من الاخوان طب وانا ما فيش تهديدات باغتيالي ده انا بالعكس انا مش محتاج يهددوني يعني انا تارجت انا هدف في صار يعني انا هدف يعني طبعا انا مش محتاج حتى يعني لو حد يقول لي ده في تهديد ما اكيد انا عارف مش خبر ده يعني ما هوش فضلنا قاعدين هناك وما فضل وسبناش وعلى فكره الميدان ده ما اتسابش الا لما رابعه اتفضل انا شفت ده يعني شفت يعني كذا مره حتى يتقال بعد 3 بعد 30 يونيو وبعد 3 يوليو وبعد كذا يقول لك طب خلاص سيبوا قلنا لا لانك انت لو في اي لحظه كنت سبت الميدان كان الاخوان هيخشوا ولو كانوا دخلوا كان بقى بدل ما كانوا قاعدين في اشاره كانوا هيبقوا قاعدين في ميدان كانوا هيقدروا ايه طبعا كان المنظر ده له رمزيته يعني كمان كان رمزيته. وعملوا علينا كذا غاره هناك وفي شباب وفي ناس ماتت وبعد كده في الانتخابات انت يعني اخذت طريقا بدعم الرئيس السيسي خلاص ما ده كان دور انتهى يعني. كان الدور انتهى وطلع حتى كلامي مظبوط كمان بعد كده ان الأربعة مليون صوت طلعوا فعلا بتوع جمال عبد الله يعني ان بعد كده نسبته ما كانتش فيها الأربعة مليون دول انت شايف انه عدد الاصوات القليله اللي خدها حمدين في مواجهه الرئيس السيسي هي دي الفارق انه الاصوات الاولى هم اصوات عبد الناصر اكيد ومحبي عبد الناصر اللي ضاعت منه يعني بعد كده يعني ف ده الوضع وبعدين انا ما عنديش انا التزامي الوحيد مع البلد يعني مع مصلحه البلد ومع مصلحه مصر ما عنديش اي التزام مع اي حد التزامك مع البلد يعني ومع مصر ما فيش حاجه اسمها خاطر حمدين ولا خاطر كذا ولا لا احنا في ظرف ما بتشخصنش هنا يعني لا ولا ينفع لا صداقه ولا لا 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 فيش حاجه دي بلد دي مصر
طيب بتشوف يعني هنا عبد الناصر واجه مخططات ايضا وواجه ارهابا ايضا. ايوه تشوف الصوره يعني مشابه، عشان كده انت بتدعم لحد كبير. لا الدنيا غير الدنيا، تكنولوجي غير التكنولوجي. النهارده في تكنولوجي يعني طبعا يعني لا النهارده يمكن الامور اخطر طبعا، لانك عندك تكنولوجي وبعدين عندك كمان والتمويل وده مخطط، يعني ده مخطط على يعني ده مخطط. شوف مصر مش مطلوب يعني مش مطلوب، في خوف ان مصر تقف على رجليها. فاحنا لازم عارفين ان احنا هنقف على رجلينا غصب عن عين التخين. هنقف على رجلينا غصب عن عين اي حد. وبعدين كمان التركه ال 40 سنه اللي فاتوا او يعني الفتره دي اللي حصل فيها كانت تركه ثقيله جدا يعني. واكبر خطر في هذه التركه وده اكتر شيء بنعانيه اختفاء الطبقه المتوسطه. الطبقه يعني المتوسطه يعني جمال عبد الناصر توفى ساب مصر كانت الطبقه المتوسطه بتمثل غالبيه هذا الشعب، الغالبيه بتاعت هذا الشعب. ولما عندك طبقه متوسطه كبيره ما تخافش بقى، ما تخافش حتى لو في ناس اغنياء قوي ما تخافش، لانها رمانه الميزان في المجتمع. هي اللي بيسموها هي اللي بتمص، هي اللي هو التشوك ابزوربر، هي اللي بتمتص الصدمه يعني بين الغنى الفاحش وبين الفقر المدقع. لو لمسوا بعض تحصل قفله، لكن لو يبعدوا قوي عن بعض بطبقه متوسطه لا اللي تحت هيشد ده وده يعني مش هيبقى فيه مشكله. طيب بتشوف قطر ازاي يا استاذ حكم وانت من المؤمنين بالقوميه العربيه وبالوحده العربيه؟ ما بشوفش قطر، بشوف في حكومه عميله هناك، حاكم عميل. طبعا بس ما اقدرش ادعمهم ده على الشعب القطري. في هناك في حاكم، في اسره بتاع عميل. وهدفهم هد مصر؟ يعني لماذا يركزون مع مصر وايضا يعني دول الخليج كده؟ لكن مع مصر اكثر. في حكومه هناك هي مرتبطه اساسا مع الصهاينه ومع الامريكان، بس اساسا مع الصهاينه يعني هم. فدول اسرائيل اول لما تبقى انت يعني التنميه في مصر بيعتبروها تهديد للامن القومي بتاعهم. التنميه في مصر اي حاجه حلوه بتحصل، ده انت لو طلع جالك يوم الجو حلو يعتبروه تهديد للامن. يعني اهم حاجه ان احنا ما نبقاش نبقى دايما قاعدين مهمومين وعبوسين وكده، لان هم عندهم مشكله، لان النهارده في برغم اللي حصل ورغم كل شيء المقاومه الفلسطينيه موجوده والصامده والفلسطيني صامد ومتمسك بحقه والامور دي كلها. طيب سؤالي الاخير واحنا في ذكرى عبد الناصر وايضا الرد على كل حملات تشويه المتحضره اللي بتثار، يعني ما الذي تبقى من عبد الناصر؟ يا ده كتير قوي. يعني يكفي جمال عبد الناصر لما توفى كانت مصر 35 مليون. لو قلنا يعني أغلبية ال 35 مليون بيحبوه والباقي يعني ما بيحبوش، فالنهارده مصر بقت داخله على ال 100 مليون وأغلبيتهم بيحبوه. فيعني طب ده بالعكس ده زادوا يعني لو كانوا 80% من ال 35 مليون يعني حاجه و20 مليون، النهارده لو 80% من ال 90 مليون اكتر.
لا تبقى حاجات كتير جدا. آه. تبقى كمان يعني عارف اكتر حاجة تبقى ان انت عارف المشكلة ان جمال عبد الناصر هو صاغ امال واحلام الشعب المصري والمواطن المصري في مشروع. فهو المشروع ده اساسا مش مشروع جمال عبد الناصر. ده مشروع المواطن المصري. ان يبقى عندك مواطن لجميع الحقوق. مواطن ليه عنده حرية انت بتعلم بيتعالج بعد كده بيقدر يطلع يلاقي فرصة عمل شريفة ماشي راسه مرفوعة. دولة ما بتاخدش اوامر من حد. دولة مستقلة. هو ده حلم اي واحد. فاي حاجة بتيجي تكسر هذا الموضوع بيحس ان اي مواطن اتكسرت فيه. وحتى علشان كده يعني انا بستغرب جدا حتى اللي في طبقة او في مجموعة اللي تكره جمال عبد الناصر علشان سياسته الاقتصادية. انا بشوف ان الناس دي في منتهى الانانية. لان هم مشكلتهم مع عبد الناصر جيبهم. انه جه جنب مصالحهم الخاصة يعني. لكن مش شايفين اي حاجة تاني. مش شايفين ان كان في تعليم، ان كان في ثقافة، ان كان في برنامج صحي، ان كان في مصر بقت كل المصريين ما بقتش الفئة، ان اي مواطن مصري من حقه لو تعلم طالع من قرية اسمها جنب اتاي البارود ونبغ يبقى احمد زويل. طيب مهندس عبد الحكيم عبد الناصر الف شكر، و ان شاء الله يظل عبد الناصر حيا بيننا. لا قيمي ومبادئي. انا بس قبل ما امشي يعني بحب يعني تاني اشكر المصريين واخواتي مش في مصر بس طلع في العالم العربي كله وفي لبنان كمان. بحيي اهل لبنان وبحيي كل الناس اللي هو انا بعتبرهم اخواتي فعلا، اخواتي بالدم فعلا، الملايين اللي موجودين في مصر وفي العالم العربي وكل منطقه بتشوف جمال عبد الناصر بيمثل. رساله تصل ان شاء الله للجميع. بشكركم ويوم السبت القادم ان شاء الله هنكون معاكم في حلقه جديده. تصبحون على وطن يحافظ دائما على تماسكه وقوته واستقلاله. مبادئ زرعها فينا عبد الناصر إن شاء الله تستمر دائماً.